والنجاح النجاح دول حققوا حاجات في بلادهم وبره على مستوى عالي. والنجاح اللي بيحقق النجاح اللي انت يكون التميز انك تلعب في انديه كبيره دوريات عاليه. يعني حتى يمكن كان من ما ذكرنا في الحاجات كانت تشيلسي وريال مدريد وكل دول طموحات عاليه، كل حطوا سقف طموحات عاليه. فالحقيقه هو بعد اول زياره كان خد احسن ناشئ بعد 6 اشهر، فقلت له دي بدايه مشجعه كده وربنا يعني بيفتح لك ابواب السماء فانطلق. وبعدين حقق هداف الدوري وحقق يعني كانت المسيره يا فان شاء الله يعني بنلعب في كاس العالم ربنا يكرمه ان شاء الله يفوز بمزيد من النجاحات، لانه انا شايفه هو ايقونه للشباب حاليا. صحيح، وده المهم قوي ده. طبعا وايقونه للشباب بره برضه. يعني انا سعيد جدا بحب الناس له بره لسلوكه. صحيح، يعني انا فاكر كويس انا في سويسرا بسال الناس في الشارع وكلموني كده بقول لك انتوا ايه يا محمد، قال لك لا ده نموذج شخصيه ثانيه خالص، يعني نموذج مشرف للعرب سلوكيا. وده بقى المهم، يعني لا في بقى يعني تصرف خارج او كده داخل الملعب او خارج، هو ده القيمه والعمل. وطبعا الالتزام وحب العمل والكلام ده هو اللي بتنادي بيه كل الاديان، فهو نموذج حي على ارض الواقع. فده هو القيمه الكبيره اكثر من اي فلوس. ويعني انا بقول الاسم المقاولين العرب يتردد في اي بحث طبعا اي حاجه ده يساوي ملايين الملايين الملايين، فلوس دي فلوس كتيره. صحيح، يعني انا شفت برنامج تلفزيوني كان معمول في احد القنوات في انجلترا وبيحمل التاريخ الحكايه ويقول لك المقاولين العرب وفلان وصورته وصوره معانا، دي تساوي قد ايه فلوس دي؟ طبعا طبعا. يمكن في كان في جريده اتصلت بيا من ايطاليا وهو كان في روما وعملت تحقيق معايا حوالي نص صفحه وبتذكر المسيره والكلام ده كله، مش كمسؤول محافظ لا كرياضي كرياضي. فانا بقول يعني حجم الدعايه لا تقدر بمال. اما بيظهر في اي اعلان دلوقتي اما بيجي مصر شوف كام واحد بيتابع اخباره، يعني اي صوره له في مصر دلوقتي. وان شاء الله اتمنى ان هو يكون يبقى حتى يعني في ترويج ان هو في اي مكان سياحي، اي صوره دي هي دعايه بالظبط ملايين الملايين الجنيهات المجانيه. صحيح صحيح طبعا. العمل اعمال الخير اللي بيعملها دي برضه بتحط له ايوه ريكورد عند الناس، وهو الحمد لله ربنا يكرمه وهو قادر على اداره موهبته ونجاحه استثمار نجاحه ده ان شاء الله. باشمهندس، المقاولين لسه له حقوق في انتقالات صلاح اللي جايه مش كده؟ افندم؟ نادي المقاولين لسه له حقوق من انتقالات صلاح. والله ربنا يخلي الحقوق عند ربنا بقى ان شاء الله. احنا يهمنا الاستفتاء الجاي ان شاء الله على افريقيا. اللي هو في يناير ده انا اتمنى دي ان هبقى يعني ان شاء الله جائزه الاتحاد الافريقي ياخدها باذن الله. يا رب يكرمه يعني، وهو يعني زي ما بقول ده بركة دعاء والديه يعني. صحيح صحيح، ناس طيبين جدا. قول يا باشمهندس، صلاح طبعا على اتصال زي ما حضرتك بتقول على اتصال دائم معاك مش كده؟ لا والله انت عارف الفترة اللي انا اتصال بيبقى من فترة اخرى مع والده. مع والده هو بيتصل. انت عارف بقى ظروف العمل وكده، وهو بقى يعني مثقل جدا. يعني انا برضه بحترم انت عارف بيبقى واحد طالع من مباراه من الدوري الاوروبي على الدوري، يعني عمليات صعبه قوي يعني. صحيح، ربنا يكرمه بقى. السمات الشخصيه عند محمد صلاح يا باشمهندس من اول ما انت شفته وهو ناشئ ثم ساعدته في ان هو يلبي رغبته وطموحه في انه يحترف بره، ايه السمه الشخصيه اللي كانت بارزه فيه؟ التزام 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 جوه الملعب وبره الملعب، مش محتاج حد يعد يعني عيد الكلام عليه. تاني حاجه، اول حاجه الجلد. يعني عنده جلد عالي. طبعا ده كان وهو ناشئ اول ما انتقل للجبل الاخضر كان بيسافر من بلده من سمنود لطنطا لمصر للمقاولين في الجبل الاخضر ويرجع يتمرن ويرجع الكلام ده تاني. طبعا وكان
والده كان في الاول تقريبا بيجي معاه، وبعد كده هو بقى اعتمد على نفسه في سن صغيره جدا، يركب كل المواصلات دي رايح جاي ويتنقل من مكان لمكان. ده حد عنده جلد وعنده رغبه وطموح بجد بقى. يعني والده كان مثلا هو بيطلع 5 الصبح مثلا، حاجه 6 الصبح. فطبعا كان ده معناه انه كان عنده اصرار. ايوه. الحاجه الثانيه ان هو يعني لعيب يحبه اي مدرب، اي حد يتعامل معاه، ما عملش اي مشاكل مع اداري مع خلافه. الحاجه بقى اللي كانت واضحه في الاصرار يعني ان هو، انا حتى كانت في كانت كلمه مع كان تقريبا مع كريم حسن شحاته وهو بيتصل، يعني كان في مداخله وكان المفاوضات بتاعته، فبقول له يا محمد انت في دخلك عاوز تسافر ولا تروح نادي في مصر؟ يعني انت لو الموضوع مساله ماديه احتمال تاخد في مصر اكتر. اللي هناك الجو لسه ما حدش يعرفه. طبعا لا، واجواء صعبه في الغرب من المحتمل. وارد ما حدش فيش حاجه دو. انك انت لا توفق مش تاخد المبلغ ده. فكان قراره حاسم بدون تفكير، يعني مهما كان شعبيه النادي ان هو لا هسافر. فده برضو بيبين يعني مش محر، يعني انا عايز اقول في لاعبين كان موهبتهم لا تقل عن صلاح لكن شخصيتهم مختلفة. لا متردد، قال لك لا انا مش قادر، وكان صريح مع نفسه وانا بحترم هذه الصراحة، قال انا مش حاضر على هذه التجربة يعني. وطبعا يعني كانت من الحاجات المهمة هو بيقول له تكتسب اللغة، وانا كنت يعني مع الناس اللي هناك يساعدوه ياخد الكورسات وكده، والحقيقة كان سريع ان هو ياخد الكورسات اللغة الانجليزي. لغة وكان حتى بيقول يعني تفضل، الناس هناك بيحبوا يعني تتكلم لغة البلد. فهم الجزء اللي كان فيه اللي هو الألماني. هو برضه لقط وخد حاجات، فبقت الكلمات الألماني نفسها بتعمل له شعبية كويسة، تواصل كويس بتعمل لغة البلد. طبعا. طب قول لي يا باشمهندس دلوقتي لو صلاح استشارك في انه عنده عروض يتحرك من ليفربول، هل تنصحه انه يفضل مع ليفربول شويه على اساس ان الكيمياء ماشيه معاه كويس، ولا ممكن عرض زي عرض الريال ما حدش يقدر يقاومه؟ والله هو يعني مخشي، يعني طبعا انت عارف ان الانتقالات بتبقى صعبه، دي مرهقه على اي لعيب عشان تعرف جو الفرقه، طبعا جو اداره جديده وجمهور جديد. يعني هو راح 5 انديه 5 سنين، ده رقم مذهل في اوروبا. صحيح صحيح. يعني مثلا لما اشوف صامويل ايتو ودروجبا، قعد دروجبا لسه بيلعب لغايه دلوقتي. قعد كام سنه راح كام نادي؟ صحيح. راح 3 4، ما راحش 5 انديه. وده معيار نجاح على فكره يا باشمهندس. طبعا استثمار، انا يعني كان من بقول انك انت يعني كل ما يعني انت نجحت في مكان فانت خد اقصى درجات النجاح. يعني رونالدو وميسي بقى لهم قد ايه دلوقتي في الانديه؟ صحيح. مسافه طويله. صحيح. هو وهم ممكن يجي لهم عروض، هم يعني في انديه برضه يعني ممكن يقول انا مثلا اجرب الدوري الانجليزي مثلا. ممكن. بس أيوه. هو شايف ان هو محقق نجاحات عاليه، مناخ النجاح متوفر معاه. بس هو طبعا اقدر، لان وهو عنده اصرار، يعني قد يكون زي ما بيقولوا كل قاعده استثناء يعني. يعني هو انا بحس ان هو بياخد قرار ان ربنا كرمه فيه، حتى لو هو يعني انا اقول لحضرتك انا كان من رايي قبل ما ينتقل لليفربول ان هو يفضل في روما. يعني انا شخصيا مع يعني انا انه كان ماشي كويس في روما فقلنا يكمل شويه. كان ماشي كويس. يعني المنطق او الحاجات العاديه كده، بس هو الحمد لله راح وتالق سريعا واكثر. صحيح. فانا بقول لحضرتك هو عنده يعني اعمار كده، فربنا بيلهمه، واعتقد بيصلي وبياخد الراي، فربنا بيلهمه بعيد بقى عن الحسابات اللي هي احنا بنحسبها دي. يعني انا المنطق لا اقعد شويه، يعني خصوصا الدوري الانجليزي دوري قوي واسمه وبتاع. وبعدين انا بقول حتى يعني الفتره اللي قعدتها في تشيلسي في رغم انها كانت انما فادته كتير، فادته في قوه، ثقلته واديته خبره اكتر وجددت الدوافع عنده اقوى كمان.
لا وحضرتك كبودي بيلدينج كده ايوه بالظبط اختلف تماما. صح. يعني كل تجربه فهو الواحد بيدعي لاي واحد ان ربنا يوفقه. يعني انك انت ممكن تاخد احيانا قرارات قد تبدو غريبه لكن هي بتبقى قفزه. يعني قرار اللي اخده بانتقال من روما ده قرار سهل ابدا. صحيح، برغم نجاحه في الدوري الايطالي وتعلق الجماهير به وقتها، تعلق الجماهير وكده والحاجات دي، لا ده قرار مش سهل لانه لو وبالذات راجع للدوري الانجليزي على خلفيه غير طيبه مع تشيلسي، فبالتالي الناس خافت عليه. وهو دوري صعب بكل مقاييس لاي لعيب. صحيح. يعني اي لعيب هو دوري صعب. صحيح. جدا. فالقرار كان شجاع ويعني زي ما احتمالات فيه النجاح مش كبيره، بس واحد بقى وراه ربنا دفعه وعنده شفافيه فهو هتألق ده. انما انا بقول اي واحد كان غيره هيقول لك لا خليني ما انا كويس هنا ويطلب زياده في العقد شويه. ايوه يعني. صحيح. ويقول لك انا جاي رايح لي، انما هو ده معناه ان هو ربنا بيوفقه في الخطوات دي بشكل كويس. وده برضو ارجع اقول عشان رضا والدي يعني حقيقه يعني. طيب وحضرتك بقى مسؤول كبير، رساله محمد صلاح للشباب مضمونها ايه بالنسبه لك؟ انا اتمنى بقول لهم عندنا حتى الشباب في اي عمل بنعمله في الحامية، مع عندي مجموعه شباب كويسه قوي في بني سويف يعني يمكن عملوا بيسطروا حاجات معانا دلوقتي بالمنظمات الدوليه عندنا زي الفاو. بتفيد بيها. كنت انا النهارده حاجات زي اليونيدو، ان احنا بنعمل حاجات جديده كلها على فكره نتاج الشباب اللي عندنا. بقول لهم انتم عندكم خدوا ثقه في نفسكم. ايوه. عندنا نموذج اهو، ان انا بقول لهم العالميه تبدا من المحليه. بالظبط، دي الجذور الاولى. يعني لازم انت تكون محليا كويس قوي. ايوه. انما لا يمكن تكون محليا ضعيف وتظهر دوليا كويس، صعبه. صحيح. او مستحيله يعني. صحيح. فانت محليا ثق في نفسك انك لا تقل، يعني احنا عملنا مثلا تجربه احد المشاريع هو قريه بسيطه. بنقول للشباب ده ايه؟ هم شايفين قريه بسيطه جدا، لان المنتج اللي بنعمله ده اللي بيتعمل في القاهره وحاجه بعيده قوي. ايوه. يعني صعبا اما المنتج ده طلع بمستوى عالمي هم في ثقتهم زادت، قال لك يعني الجوده والحاجات دي مش محتاجه يعني ان انا لازم اكون في القاهره. ايوه. لازم انجح في القاهره. صحيح. دلوقتي ده اللي انا بقول، انك انت طبعا الالتزام، الجلد، الصبر، مفيش حاجه مفيش نجاح جاي بسهوله. الجلد ده مهم قوي كمان يا باشمهندس، الجلد ده مهم قوي عند الشباب، انه لازم أن يكون لحوح وعنده الرغبه ومتمسك وعنده الاستعداد انه يتعب. لا وحضرتك هو كمان ايه؟ يعني انا النجاح ما بيجيش سهل كده يا ابني. طبعا طبعا. احنا كلنا بنتعب، وانتوا وهم على فكره مع التعب ما بيحسش بنجاح بينسى التعب. صحيح. أيوة. طبعا طبعا. نجاحات. وبعد كده بنقول لهم يعني اهو واحد شاب مصري كان موجود هنا وزيه ملايين. ايوه. بس هو كان عنده موهبه ربنا سبحانه وتعالى اداها له وحافظ عليها وحافظ على التزامه وكده، فصعد السلم. ايوه. قعد من نجريج على طنطا على المقاولين على بازل هكذا. صحيح. هو الصعود كان فيه تعب وفيه التزام، هو الالتزام ده مش له ثمن. صحيح صحيح. يعني كل حاجه لها ثمن، مفيش حاجه. فده اللي هو النموذج يا جماعه احنا، وزي برضه نماذج اخرى يعني احنا زي مثلا احمد زويل وغيره، فهم نماذج كانت ناجحه محليه عندها وصعدت للعالميه. ايوه. ليه؟ بنفس الطريقه. فده كويس الرساله لكل الشباب، ان ما فيش حاجه مستحيله. يعني ما فيش حاجه مستحيله ابدا. ان شاء الله كل التوفيق، والف الف مبروك لمصر كلها ولمحمد صلاح، والف شكر لكل واحد ساهم في ان نموذج محمد صلاح الشاب المصري يصل الى هذه المكانه يا باشمهندس. انا برضو لن انسى بعد اذن حضرتك كده نشكر كل مدربينه. طبعا. هم الواحد بيسعد بيشتغلوا معاهم، مش عايز انسى حد يعني، يمكن
اول ما قطع البذره كابتن ريعه. يعني صحيح، هو اللي لفت انتباهي ان احنا كذا. طبعا بدايه من الاب الروحي للمقاولين كلها المهندس ابراهيم محلب، وسعيد الشتيني وحمدي نوح ورضوان، كلهم كان لهم دور معاه، حد كلهم كانوا فورم عدى على دول كلهم يعني. صحيح صحيح. وحتى الاداريين وكله ده يعني نتاج منظومه عمل في المقاولين، منظومه انا بقول يعني. انا فاكر الكابتن الجوهري ما عملنا كده وجبت زار اللي عندنا والنظم اللي معاه، قال لك دي حاجه عالميه الحقيقه. اقول واقع كنت جاي بقول له تعالى شوف احنا بنعمل ايه. الله يرحمه يعني، الله يرحمه. قعد معانا قعده طويله وكان استفدنا منه، قلت له احنا بنعمل ونستفيد باكتر. فالحقيقه شجعنا كتير على ان اللي بيتعمل ده شيء كويس جدا. ويعني هي عموما هي ادارات رياضيه بتتداخل مع بعضها. اذكر ان المقاولين العرب في بدايته حتى رموز الكره في النادي الاهلي كان لهم دور في تاسيس كره المقاولين، اذا كان كابتن فؤاد صيدا الله يرحمه او الشيخ طه اسماعيل او الكابتن الوحش. طه اسماعيل، دكتور عمرو ابو المجد، دي بيضاء متتاليه، وكابتن علي ابو جريشه، وكابتن ريعو. وكابتن ريعو، كابتن ريعو طبعا. صحيح. كابتن ريعو ده يعني ابو الناشئين. صحيح. يعني هو زي معجون بكوره الناشئين يعني. صحيح. عموما بنشكر حضرتك جدا المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، وواحد من اصحاب الدور المهم جدا في مشوار محمد صلاح من بدايته. الف شكر يا فندم. شكرا جزيلا للمهندس شريف حبيب اللي اطلعنا على البدايات بتاعت محمد صلاح وسماته الشخصيه، وازاي ان الجلد والصبر والرغبه والعزيمه والطموح والتمسك بالنجاح كانت واضحه جدا حتى عند محمد صلاح، حتى هو بيفاضل بين ان هو ممكن يجي له اي عرض محلي زي ما المهندس شريف حبيب قال، او ان هو يبدا تجربه احترافيه. صحيح كانت صغيره في بدايتها في بازل، صلاح كان واضح جدا، كان حريص قوي انه يخوض التجربه، كان عنده استعداد انه يغامر بمستقبله مع تجربه وليده زي كده، ويفضل متمسك بالنجاح ويفضل متمسك بالترقي ويفضل من تجربه لتجربه لغايه لما يوصل لاحسن لاعب في افريقيا. ألف مبروك لمحمد صلاح، فوزه بأحسن لاعب في جائزة البي بي سي كأفضل لاعب في أفريقيا هذا العام، وأعتقد فقل حسن إن شاء الله وبشرة خير لمنتخب مصر وهو بيستعد لكأس العالم عشان يروح كأس العالم وبين صفوفه أحسن لاعب في أفريقيا. دي كانت إطلالة إخبارية سريعة جدا على أهم خبر النهاردة وفوز محمد صلاح بهذه الجائزة، لكن ماذا حدث في مجلس إدارة النادي الأهلي؟ إيه أهم القرارات؟ وماذا في ثنايا سطور هذه القرارات من ملامح خطة الطريق المقبلة لمجلس الإدارة الجديد بعد الفاصل؟ أهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا الفاصل، وقد عاد إلى الملك إلى الكتابة. أهلا بك يا باشمهندس. يا سيدي لا انا اتفقنا الملك والنادي الاهلي. ايه حكايه المستشار الاعلامي هتيجي على حساب ملك وكتابه ولا تصادف في الغياب ده تاني؟ تصادف ان الجلسه مفتوحه ولظروف خاصه كان المفروض تتعمل يوم الثلاث، عملوها يوم الاثنين. هم بدروها عشان خاطري عملوها الساعه 5 بدل الساعه 7. لكن نظرا لكن في قرارات كتير الحقيقه امتدت حتى 7:30. الحمد لله على السلامة وألف مبروك ثقة المجلس واختيار على فكرة ما زال حتى الجلسة ممتدة، يعني ما اتقفلتش. خلصوش كل حاجة. مبروك المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للمجلس الإدارة، وأنا أعتقد وبالتأكيد اختيار صدف أهله يعني. أتمنى نكون على قدر المسؤولية جميعا، وأتمنى إن الآلية دي تتفعل. هي البداية حلوة قوي، متفعلة بشكل صح لحد دلوقتي، الناس ملتزمة، أرجو أن تستمر التجربة لنهايتها. وأعتقد الناس كلها شافت طعم وريحة النادي الأهلي مع بداية هذا المجلس. والجمهور ملك وكتابة الحق دايما قبل أن يعرف منا كل حاجة. عايز تعرف إيه؟ ولا عايز يعني، ما هو مش معقولة هي قول اللي أنت عايزه. طب أنا موجود معاك أهو. طيب أنا هقول لحضراتكم آخر القرارات اللي صدرت عن المجلس في الجلسة الممتدة النهاردة اللي المهندس عادل بيشير إلى أن هي مستكملة لسه فيها جلسة تانية. لكن مجلس إدارة قرر اليوم تفويض المكتب التنفيذي لاتخاذ القرارات العاجلة
على المستوى المالي. وشكل المجلس لجنة للشباب برئاسة الأستاذ محمد سراج الدين عضو المجلس لتفعيل دور الشباب، وده قرار مهم هنتوقف معاه عند بس الأول مجلس. عايزين نذكر الناس بتشكيل المكتب التنفيذي. طيب هجيلك، وتوجيه الشكر لأسامة سامي مدير فرع مدينة نصر وتكليف محمود حزين بالمنصب وقبول استقالة العميد طارق الدروي مدير فرع الشيخ زايد وتكليف اللواء محمود الفيشاوي بالمنصب حتى نهاية الشهر وقبول استقالة سيد عبد الرؤوف مدير أمن النادي وإنهاء التعاقد مع إسماعيل محمد مدير الإدارة الهندسية وإنهاء خدمة محمد تامر عبد القادر مدير مجمع السباحة بمدينة نصر بعد إثبات التحقيقات تقصيره في عمله. تشكيل المكتب التنفيذي، كان في الجلسة الماضية مجلس إدارة قرر تشكيل المكتب التنفيذي من الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي رئيسا للمكتب التنفيذي، الأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق، ثم عضوية الأستاذ أو المهندس خالد مرتجي والدكتورة رانيا علواني والدكتور مهند مجدي، مش كده؟ طبعا هو احنا قلنا ان الظاهرة وجود سيدة وعضو تحت السن، ده شيء طيب جدا. تحديدا مهند، لانه مهند. حتى مهند ما هوش اعلى اصواتا في اللي تحت السن، لكن خبراته ملهاش دعوه على فكره الاصوات دي ما عمرها ما تؤخذ في الاعتبار تشكيل المكتب التنفيذي او ترتيب العمل، انما اللي بيؤخذ في الاعتبار الخبرات. واضح ان مهند كان عنده خبرات ميدانيه داخل النادي الاهلي خلال السنوات الماضيه يفيد بها المكتب بالتاكيد. ده تشكيل كان مهم جدا، لكن خليني اتوقف عند قرارات النهارده. لجنه الشباب ايه بقى جديده؟ تعرف من ضمن البرنامج الانتخابي هنلاقي موضوعين والمجلس ركز عليهم النهارده. الموضوع الاولاني طبعا بتاع لجنه الشباب، لان كان من ضمن البرنامج ان هيفعل دور اكبر للشباب من خلال مجموعه من اللجان اللي هي هتبقى يعني بتكرس تاخد الخبرات من الشباب واكتشاف المواهب وإتاحة فرصة أكبر للشباب. على فكرة التجربة دي أنا في سنة 76 لما نجحت في مجلس الإدارة برضو عندما اخترت لجنة الشباب. ومن خلال لجنة الشباب أنا يعني كان كل همي، وحتى مكتوب عندي ورقه كده بجيبها لك مره مكتوبه في الجمهوريه عن رؤيتي وخطتي وطموحي ايه في المجلس، قلت لهم اكتشاف كوادر من الشباب تصلح لقياده النادي الاهلي مستقبلا. سنه 76 76 هقول لك المفاجاه. احد هذه الكوادر اللي اخترناها في لجان الشباب وقتها وزير الماليه الحالي. لا طبعا الاستاذ عمرو الجرحي. فده كان كادر من كوادر الشبابيه في لجان النادي الاهلي. ده دليل ان انت بتبقى اولا في رؤيه في اختيار الشباب، ثانيا الشباب نفسهم بيقدروا من خلال النادي الاهلي يتشبعوا بعض القيم اللي تخليهم ينجحوا بقيه حياتهم. فدي لجنه هتبقى هو مطلوب منه ان يحط التصورات، يحط نوعيه اللجان، يقترح التشكيل، بالاضافه يرجع للمجلس عشان يقر هذا الكلام وتبتدي اللجان دي تشوف شغلها. شوفوا يا جماعه برضو من 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 المظاهر المبشره جدا في عمل مجلس الاداره الجديد انه هذا الدور اللي بيعطى للشباب، كمان هذه الفرحه في النادي، حاله الفرحه اللي بتطل من على كل الوجوه اللي راح النادي الفتره اللي فاتت يلاحظ ده بشكل كويس. اللي انتم شايفينه ده قدام قاعه مجلس الاداره شباب واعضاء في النادي جايين، اللي جاي بتورته واللي جاي يهني واللي جاي يحتفل واللي جاي ياخد صور مع اعضاء المجلس واللي جاي فرحان بعوده الاهلي لوضعيته وقيمته. بداية الجلسة اللي فاتت، وده اللي أنا هتكلم فيه مع المهندس عدلي، المسألة مش مسألة الشكل، لكن احنا بنتكلم على استعادة الأهلي، استعادة الأهلي بقيمته وهيبته وشكله ورسامته. هذه الصورة اللي الكابتن الخطيب رئيس مجلس الإدارة حرص عليها كصورة تذكارية لبداية عمل المجلس، فيها شيء من الرصانة اللي بتعيد قيمة المجلس وشكل النادي الأهلي. دي صورة من التراث، لو بصيتوا على الصور مجلس إدارة النادي الأهلي ربما في الأربعينات وفيات هتلاقوا فيها نفس الوقار ونفس الرصانة ونفس القيمة. فالخطيب بيستدعي هذه الصورة من هذا التراث، أنه يبقى فيه مجلس إدارة أولا بزي رسمي محترم وقور، ثانيا قاعدة فيها كل الرصانة والاحترام والقيمة للمكان، ثالثا حتى فيها التراث حسب
الادميه وحسب الاختيار سيادة الجمال ابراهيم. شوفوا الصوره اللي في الخلف رؤساء مجلس اداره النادي الاهلي، بتقول رساله ان الاجيال تتواصل. بالظبط، يعني في رساله من خلفيه الصوره رؤساء مجلس الاداره السابقين وقدامهم مجلس الاداره برئيسه الجديد بيقول ايه؟ بيقول نحن سنتسلم النادي منكم من هؤلاء عشان هنسلمها للي يجي بعدينا. ايوه، احنا في الصفوف الجديده اللي انتوا ترصتوا فيها من القدم بهذا الشكل. دي الرساله المهمه جدا، هذا التواصل، هذه الرصانه لمن يسال عن القيم والتقاليد. بالظبط. ثم كان الحرص على، واحنا بنتكلم بقى على عوده الاهلي بجد، لا، نظام العمل ازاي يرجع لما كان عليه في السابق. فيقرر المجلس انه يسند مهمه المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي الى واحد انا دايما وابدا وجوده جنبي بيحرجني او ربما بيمسك لساني على ان نديله جزء من حقه وهو كبير. لكن لما يختار قيمه اهلاويه بحجم وقامه المهندس عادل القيعي الذي جلس على هذا الكرسي سنه 76، شوفوا الرساله عامله ازاي. فده اللي ياخد بايد الاعضاء الشباب اللي في مجلس الاداره النهارده ويبدا يسقيهم من تقاليد النادي الاهلي وكيفيه الحفاظ على صوره وقيمه وهيبه النادي الاهلي. باشمهندس، ماذا وراء هذا التكليف؟ لا طبعا، هو انا قلت قبل كده، انا مفيش شغلانه صغيره وشغلانه كبيره. ايوه، في شغلانه مهمه، كل شغلانه في النادي الاهلي مهمه. ايوه، بس بشروط. ايوه، انك انت تفوض وتمنح الصلاحيات وتحاسب. فانا يعني عشان يقول المجلس ده المجلس السابق، انا قبلت ايضا ان اتولى هذه المهمه. أيوة. ولكن لما امنح الصلاحيات ولم يكن الامر بالاليات اللي انا شايفها دلوقتي واللي انا كنت طالبها. فكمان لما تضيف الى انت بالاضافه الى ما تفضلت بيها عزيزي ابراهيم، ايوه ان ال 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 الرساله المهمه خارج المجلس بقى، ايوه، وانت تشهد هذا الحشد من الاعلاميين الصغار والكبار بقامات كبيره وناس مبتدئه وهم في صبر، كل جلسه تمتد لاكثر من 3 ساعات منتظرين ان يطلع حد يكلمهم بالاليه اللي هي منضبطه، اللي كانوا زمان كل رؤساء التحرير بتوع النهارده كانوا بيقعدوا القعده دي عشان نتبادل. قعدناها لفترة كلنا. فهذا الكلام له دلاله برضو، دي بترسخ القيم والتقاليد. لازم الناس تشتغل النهارده وبكره وبعده 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 بهذا الاسلوب في وجودنا وفي وجود اللي بعدينا. لما الشباب بتاع المجلس ده والشباب الاعلاميين يشوفوا هذا المشهد ويريحهم، واحنا كمان ننضبط معاهم ونريحهم، اذا هذا هو الاسلوب الامثل والذي يليق بالنادي الاهلي واللي بيبعت رساله للجميع ليه الاهلي مختلف. ايه بقى ضوابط المساله بالنسبه لك في المرحله اللي جايه؟ لا، واضح لحد النهارده ان ما فيش حد بيتكلم. واضح تماما. واضح ان احنا بتتلخص القرارات وبخش مع مدير النادي ونائب ورئيس المكتب التنفيذي نائب الرئيس نراجع القرارات. هي كتب ازاي، ما المجلس يقصدها ولا لا. أيوة. نضبط بعض المصطلحات. مسألة مهمة. طبعا. نضبط بعض الالفاظ والمصطلحات اللي تؤدي الى ان اللي يخرج من عندنا يبقى هو ده اللي المجلس قالوا وخد بيه القرار. ايوه، مش اللي الناس عايزه تتصوره. ايوه، وتصدره. ايوه، بنخرج بقى بعد ربع ساعه للناس، بنلاقيهم قاعدين في نظام بنش ميكروفون وبنلتقي 10 دقائق ربع ساعه نكون المؤتمر خلص. انا عايز اطور هذا المؤتمر ان نستفيد منه والرعايه يستفيدوا منه ونحوله الى عمل ايضا تسويقي. ايوه، ها، نبقى ورانا بانر بالرعاه للسبونسرز بتوع النادي. تبقى الساره كده بتنزل يوم المؤتمر. أيوة. هي دائما هتكون قاعه فكر اباظه، هي المسرح الخاص في الجنب. لا، في كده في الظهر، في الظهر كده. والناس تخش ومرصوصه الكراسي قدامك. ايوه، في ظهرك يبقى البانر بتاع الرعاه اللي عايز يحط يعني اعلاناته ودعايته. ايضا يدعم النادي الاهلي، يدعم النادي الاهلي. يبقى هو ده المؤتمر المرتبط بالمجلس الاداره. أيوة. اذا شاء المكتب التنفيذي ان يفعل هذا ما عنديش مشكله، لن يرهقني هذا الامر. انا عايز ارسخ ان انا لما اجي اسوق حاجه زي كده
يبقى ليها تمن. بس شوارب هيدخل لنا قاعة مجلس إدارة ونشوف اللقطات الأولى لاجتماع المجلس المرة اللي فاتت، عشان هقف عند حاجة معينة. حاجة تانية مهمة. لما طلعت اجتهادات كتير، الناس قالوا ابتدينا التسريبات، وابتدينا الناس اللي فاتحة موبايلاتها بتاع، فوجئوا أولا قرارات غير اللي كتبوها. نمرة اتنين، فوجئوا إن المجلس بالكامل كان قافل تليفوناته وحاططها في دولاب، المجلس، في دولاب المجلس. خلصت، محدش يقدر يدعي شيء بقى. بس لحد يقول في موبايل فلان اتفتح، ولا حتى فكره انه حد من الساده الاعضاء يجي له تليفون مهم فيضطر يرد. لا، تركيز يعني كامل. احنا بنتكلم يا جماعه في استعاده الايمج، استعاده قيمه وصوره النادي الاهلي على ما كانت عليه وما يجب ان تكون عليه. عضو مجلس اداره النادي الاهلي ده بيعبر عن ثقه الالاف من الاعضاء وملايين الجماهير، فبالتالي يجب أن يبدو المشهد في الشكل اللي فعلا يسعد كل أهلاوي ويشعره بالفخر والزهو على مجلس إدارة ناديه. شوفوا الفرحة اللي عند السادة الأعضاء وحرصهم على أنهم يجوا ويطلعوا السلم، يروحوا لقاعة مجلس الإدارة، قاعة صالح سليم، عشان ينتظروا السادة الأعضاء ويباركوا لهم بمنتهى الفرحة والسعادة. ثم إجراءات العمل المختلفة اللي بدأت بتوجيه الشكر لبعض الناس اللي أدت مهام وقدمت استقالاتها أو إنهاء عمل البعض الآخر، لكن يبدو أن الأمر مفتوح. إنهاء العمل ده مرتبط بكان يعني حاجات محددة تم التأكد منها من خلال تحقيقات. خلاص ما ينفعش. تقصير. زي الراجل بتاع مجمع حمامات السباحة. ده تقصير، الراجل خد أجازة من نفسه في حاجات ما بلغش عنها. بداية الأعضاء بقالها 6 أشهر. حاجات تهم الأعضاء جدا. وكأنها أخطاء يعني سهلة وهي صعبة جدا، إن الغليات تبقى بايظة وإحنا داخلين على الشتاء والناس مش لاقية مية سخنة. فده عمل لا يغتفر يعني. دي رسالة على إنه لا سكوت على تقصير. الإدارة الهندسية أيضا هناك الكثير من الأمور يجب تسلمها بشكل سليم. فده اللي إن هي اتعملوا بس بتاريخ 31/12. خلال هذه الفترة يكون قدم ما يفيد شغله، ويكون يعني زي عملنا محضر معاه مجلس النادي، يعني عمل محضر معاه تسلم منه الامر، يعني في يعني استلام رسمي زي ما كنا نتمنى في هذا البرنامج بتقارير مكتوبه. فاعتقد ان هذا الالتزام وهذه الرصانه، حلوه الرصانه دي، هو هي دي القيمة. والتزام الأعضاء وقناعتهم. التزام فيه قناعة مش إجبار. وده اللي في واحد تعرفه اهو، ده مش عارف الراجل ده رايح جاي بيعمل ايه. كان متعطل علينا كل ده. ده المرة اللي فاتت. شوفوا، بصوا بقى، استنى شوارب كده. اللوحة اللي محطوطة، البرواز اللي محطوط تحت اللمبة ده، دي قصيدة زين النوادي اللي انتوا بتسمعوها بصوت العندليب عبد الحليم حافظ، واللي كتبها سمو الامير عبد الله الفيصل ولحنها الاستاذ محمد الموجي. هذه القصيده كما اهديت بخط عبد الله الفيصل هي اللي محتفظ بيها في داخل قاعه مجلس الاداره لقيمتها. ربما كانت الحاجه الوحيده اللي موجوده في القاعه فيما اذكر مع بعض الكتب والكؤوس هذه القصيده، ثم صوره الكابتن محمود مختار التتش. ولم يكن يقدر بخلد احد انها هتتغنى، وبصوت عبد الحليم وبتلحين محمد الموجي. وبعدين نتذكرها بعد يجي تانا عشان ازيحها في برنامج ملك وكتابه لتجد الصدى الرائع عند الجماهير والناس. صحيح. فدي القصيده اللي موجوده جداريه من اهم تحف قاعه مجلس الاداره او قاعه صالح سليم كما يجب ان تسمى دائما الحقيقه. يعني باشمهندس، مكتب تنفيذي بهذا الشكل، ثم تقارير تسليم وتسلم، ايه اللي جاي؟ لا، كمان لازم نكمل بقيه القرارات النهارده لان فيها برضو محددات مهمه. يعني عندما يسند تنظيم بطوله افريقيا للكره الطائره الى المهندس محمد الجرحي، ويسند تنظيم بطوله كره اليد الى المهندس محمد الضماطي، واثنين وجوه جديده في مجلس الاداره وشابه، هذا معناه ايه؟ معناه ان انت بتدرب كوادر انها تعمل هذا الكلام. توقعت ان مثلا الدكتور مهند لسابق يعني تنظيمه بطوله السله
ولكن الرؤية والحكمة اقتضت ان يكون الشباب ده ياخد فرصته. كمان ان انا قلت لك من البرنامج كلفة محمد سراج بانه يحط تصوراته عن لجان الشباب والتكليفات والترشيحات. ايوه. كمان في حاجه جدا مهمه جدا تم استقائها من برنامج كابتن خطيب وهذه المجموعه. هم عينوا النهارده الدكتور محمد شوقي يعني رئيس لجنه الطبيه للنادي. دكتور محمد شوقي عضو مجلس الاداره السابق وكان هو رئيس اللجنه الطبيه في فترات طويله. وتم تكليفه يحط التصورات كلها ويحط احتياجات الفرق الرياضيه من الرعايه الطبيه ويحط احتياجات الاعضاء من فكره ان يبقى فيه نوع من التامين الصحي من مستقاه من برنامج العائله. ايوه. عائله الاهلي التي تحدث عنها الكابتن الخطيب تفصيلا في برنامجه. اذا احنا بنتخذ خطوات اهي تنفيذيه خلال لجنه زي لجنه الشباب، من خلال لجنه زي لجنه الطبيه، ان احنا نفعل بعض اجزاء البرنامج وسنرى تباعا مثل هذه التكليفات. كل مسؤول عن ملف يعني سيتم رعايته. بداية موفقة، نرجو أن تستمر، ونجاح نأمل في تحقيقه. طيب، تفويض الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي في شؤون كرة القدم واتخاذ القرارات العاجلة دون عقد اجتماع. أنت أحيانا يجي لك جواب عايز ترد عليه واجتماع مجلس إدارة فاضل له أسبوع. حاجة من اتنين، يا تاخد قرار بالتمرير، ودي عملية شاقة جدا، لأن لو واحد بس تحفظ مش تحفظ، ما اعترتش فيه ما اعترتش فيه وهو أنت عارف إنه هيقول ما ينفعش القرار يصدر. فلازم القرار التمرير يلزمه الإجماع، الإجماع، وكل واحد يمضي. واخد بالك؟ ما يقعدوش مع بعض، لكن كل واحد يمضي. طيب، هستنى بقى أسبوع؟ لا، ده الجواب لازم يترد عليه بكرة ولا بعده. إذا فوض في هذه الحالات. ايضا النهارده المكتب التنفيذي فوض بمثل هذه الصلاحيات في امور اخرى زي الامور الماليه اللي ليها حد، يعني القانون واللوائح بتسمح ان المكتب التنفيذي بيقول له صلاحات ماليه بس بحد اقصى كذا. بحد اقصى. فمش ضروري بقى على عايز تجيب شط حنفيات في حدود 5-6000 جنيه ولا 10000 جنيه، اعتقد الحد كان 50000 جنيه. انك تقدر تنزل وتجيب بالامر المباشر وتجيب حاجات ماسوره ضربت، هتعمل ايه؟ هتعمل اجتماع مجلس اداره؟ عايز تشتريها مثلا هتكلفك العمليه 10-15000 جنيه. يبقى المكتب التنفيذي عنده هذا التفويض في بما لا يتعارض مع احكام القانون واللوائح. ايوه. فايضا هذه التفويضات، الفرق بين التفويض والتكليف يا استاذ ابراهيم انك انت في التكليف انت تدرس الموضوع ولكن القرار عند المجلس بعد ما تدرسه، انت كلفت بدراسه موضوع، تعمل اللي انت عايزه بس تجيب النتيجه بتوصيات بتاعتك والقرار عند المجلس. التفويض لا، ما بترجعش لحد، تاخد القرار انت. عاده المؤسسات المنضبطه قوي ما بتحبش الافراط في التفويض الا في حالات الامرجنسي او الطارئه. ده الاجتماع انتهى والساده الاعضاء غادروا القاعه. ثم السيد وده الراجل اللي رايح جاي المتحدث الاعلامي اللي غاب علينا شويه النهارده بيقول القرارات. ده المره اللي فاتت. جلسه السبت. انما قرارات النهارده ما لحقتوش تاخدوها. والبنات صورت يعني. وانا قلت لهم يعني يبعتوها لك ويكبشرها ويزحها. ما اعرفش عملوا كده ولا لا. هتيجي. اتفضل. فانت كنت بتقول في فرق بين التفويض والتكليف. ده انا من ناحيه يعني بفهم الناس يقول لك يعني ايه، ما هي ناس كتير بتستسهل ويقول بنفوض. لا، اوعى تستخدم الكلمه دي بسهوله. ايوه. التفويض يعني الشخص يروح ياخد القرار منه لنفسه. بصوا يا جماعه، قيمه الكلام ده في ايه؟ واحنا بنتكلم على استعاده النادي الاهلي، وبنتكلم ازاي نقدر كلنا نساعد في عودة التقاليد الإدارية والضوابط العمل الخاصة بالنادي الأهلي. محدش عنده سلطة حتى رئيس مجلس الإدارة انه يتصرف من نفسه، لا، هو بيفوض من قبل مجلس الإدارة، لانه الجمعية العمومية لما اختارت مجلس إدارة. فبالتالي من يعبر عن حقوق النادي وشؤون النادي مجلس الإدارة مكتملا. لكن لو هتفوض حد، المجلس هيفوض
رئيسه أو أحد من السادة أعضائه لأداء مهمة معينة بتبقى محددة وموجودة. لما كان بيحصل خرق مثل هذا التفويض وهذا التحديد في المسؤولية كان بيبقى العمل فردي، فينتج عنه مخالفة إدارية كبيرة، ينتج عنه غرامة مالية ضخمة جدا، ينتج عنه ضياع صفقة لاعب، ينتج عنه تعاقد مع لاعب دون موافقة جهاز فني. إذن بنرجع لضوابط العمل كما يجب أن تكون. مش من حق أي حد أنه يتصرف لوحده، أنه ياخد قرار، أنه ينفرد بسلطة، لكن كله في إطار عمل مجلس الإدارة وما يصدر عن هذا المجلس من تفويضات وتكليفات. فدي المسألة المهمة جدا، قد تبدو للبعض أن هي كتيرة وصغيرة، لكن لا. شوف المهندس عادل بيقول لك المكتب التنفيذي مفوض بصلاحيات لتسيير شؤون العمل لغاية سقف معين لمواجهة العمل اليومي، لكن لغاية سقف معين. رئيس النادي كابتن محمود الخطيب مفوض بالإشراف على الكرة لتسيير شؤون الكرة وإدارة أمورها، ثم بحث التصور إذا كان هيتم تشكيل لجنة كرة. طب إيه الفرق بقى؟ ليه المكتب التنفيذي أكثر مرونة وأكثر حركة؟ لأن المكتب التنفيذي يجتمع مرة واحدة على الأقل. على الأقل. في الأسبوع. مجلس الإدارة يجتمع مرة واحدة على الأقل في الشهر. إذن في مرونة وخفة حركة. وده تنفيذي. للمكتب التنفيذي، اسمه التنفيذي. عشان كده بتدي له بعض الصلاحيات في حدود معينة للأمور العاجلة. لكن الباقي كله السياسات يصدر بها توصيات مش قرارات من المكتب التنفيذي. وطبعا مع تأكيد رئيس النادي كابتن محمود الخطيب على استعادة قيمة النادي الأهلي وضوابط عمله. أعضاء مجلس الإدارة منوط بهم وضع الاستراتيجيات والقرارات، وبالتالي يحط خطة، يحط استراتيجية، يطلع قرارات. لكن الأطراف أو الجهات التنفيذية مسؤولة عن تنفيذ وإنفاذ هذه الخطط والقرارات بدون أي تدخل من عمل أو من سادة أعضاء مجلس الإدارة في عمل الأجهزة التنفيذية، وبدون تداخل بين سلطات مسؤولي الأجهزة التنفيذية مع بعضها. هي دي ضوابط العمل اللي كان دايما وأبدا كل الناس لما بتتكلم عن النادي الأهلي يقول لك الأهلي مؤسسة، الأهلي عمل مؤسسي. كلمة مؤسسة مش من فراغ، لا فيها انفراد بسلطة، لا فيها سلطة فردية، لا فيها تداخل في الاختصاصات، لا فيها أعضاء مجلس إدارة واقفين على رأس المدير التنفيذي ولا مدير الأمن ولا مدير الكورة ولا المدرب ولا الإداري متدخلين في شغله. لا، انت بتطلع قرار وبتراقب مدى جدية تنفيذه وبتقيمه داخل غرفة مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس النادي نفسه ليهم نفس الحق وليهم نفس الأحقية كأعضاء مجلس إدارة داخل قاعة المجلس. اتفتحت باب القاعة زي ما انتوا شفتوا، والسادة الأعضاء خرجوا بقوا أعضاء عاملين عاديين في النادي، شأنهم شأن كل الآلاف اللي موجودة في النادي بدون أي تمييز. محدش يروح على عضو مجلس إدارة يديله ورقة. أيوه. محدش يقول له اعمل لي وسوي لي وهو ما يوعدش. لكن ممكن يسمع، ممكن يسمع عشان ينقل بأمانة، ينقل بأمانة للمجلس. أيوه. لكن ما يوعدش بحاجة. لأنه قد يعد بعدين المجلس يرفض وعوده ويحرج نفسه. بالظبط. فما فيش كلام من ده. وأيضا في النواحي المالية بقى، ودي مسألة مهمة جدا. طبعا في الناحية القانونية الأول تشكيل ثلاث لجان، المستشار محمود فهمي رئيسا للجنة القانونية، والأهلي لما بيروح للجنة الطبية بيستدعي الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة السابق بكل خبراته الطبية وقيمته وعلاقاته، ولما بيجي يضبط عمل اللجنة القانونية يستعيد قيمة قانونية كبيرة جدا وأهلوية الحقيقة. نموذج حقيقي المستشار محمود فهمي رئيسا للجنة القانونية يا باشمهندس. ما ده بيطمنك برضو انك انت لما تدي لجنة لمثل هذه القامات من خارج حتى المجلس بتطمئن انك انت مديها للناس على قدر المسؤولية. مش هيترتب على عملهم لا نوع من الهوى او الاخطاء. وده مهم جدا. واعضاء مجلس اداره سابقين يعني على بينه، على بينه من الكتالوج. الكتالوج. ايوه حلو الكتالوج. صحيح. وتكليف الاستاذ خالد درندلي امين الصندوق للوقوف على الموقف المالي الحقيقي واتخاذ القرارات التي تخص الميزانيه واللجنه معنيه بكل مال النادي وما عليه. ودي النقطه اللي اثرناها هنا في الحلقه الماضيه، انه علشان لا نبخس الناس اشياءهم، لا اللي مشي ولا اللي جه، لازم ان الامور تبقى واضحه وضوح شديد جدا. النادي ميزانيته فيها كام؟
له كام لدى الغير وعلم للغير غير، لانه المجلس السابق لما تولى المسؤوليه بعد مجلس الكابتن حسن حمدي حصل المتاخرات من حقوق المجلس والنادي لدى الاخرين، وبالتالي سدد ما على المجلس او ما على النادي من ديون. لما جت المسائل الانتخابيه كان بيتقال فقط احنا سددنا الديون كذا كذا كذا، النادي استلمناه مديون بكذا وسددنا كذا. طب وبقيه الجمله؟ ما النادي كان له حقوق لدى الاخرين انت حصلتها. يعني وكان لازم يقول ايه؟ سددنا الديون من الاموال التي تركت بالظبط من المجلس السابق. بالظبط، ليا حقوق وعليا ديون. وممكن يبقى في فروق، واستطعنا ان نسد الثغره بين الدين وبين الحقوق السيوله. هنا يبقى الشفافيه عشان ما حدش يتظلم. ايوه، عمليه تسليم واستلام اللي بتتم النهارده بالمحاضر الرسميه اللي كل الناس بتمضي عليها وتحت اشراف قامات كبيره، بعضها من داخل المجلس بحكم المنصب وبعضها من خارج المجلس. كل هذا سيؤدي الى منع الرغي كتير والبلبله. الشفافيه بمعناها الحقيقي. ايوه، وده المطلوب. وتاكيدا على رعايه المجلس للعاملين بالنادي، ودي النقطه اللي كانت محل متاجرة انتخابية ومزايدات حصلت فيها كتيرة جدا، الكلام على رزق العمال وأكل عيش العمال والعاملين وإزاي هيحصل وممكن مصيركم يبقى إيه والحق وحوشه، وتم الزج على غير ذي حق الحقيقة بعمال وموظفي النادي في العملية الانتخابية، وده كانت نقطة خطأ برضو. لكن الآن المجلس الإدارة في بداية عمله تأكيدا على رعايته للعاملين في النادي بيقرر صرف شهر مكافأة للعاملين في النادي عن انعقاد الجمعية العمومية بحد أقصى، بدون حد أدنى وبحد أقصى 15,000 جنيه. ده معناه إيه؟ انحياز المجلس للناس اللي ممكن فعلا الشهر ده يفرق معاه. كل ما هو مرتبه دون ال 15,000 جنيه هياخد الشهر بتاعه بالكامل. بالكامل. اللي أكتر من 15 كفاية عليه 15 علشان ما تتحملش الميزانية أعباء أكتر. يعني واحد مرتبه 20 25 30 40، ودول هيبقوا يعني عددهم ما يزيدش عن عدد أصابع اليدين. دول أقصى حاجة ياخدوها 15,000 مهما كان راتبه. إنما اللي ما هم دون ال 15,000 لو 14,000 جنيه راتبه هياخد 14,000 جنيه. طيب، وقبول اعتذار الأستاذ ياسر فتحي المحامي، وتوجيه الشكر للصديق العزيز الدكتور ياسر أيوب مدير المركز الإعلامي، وقبول استقالة صلاح يحيى أيضا بالمركز الإعلامي، ثم تعيين سامح كامل مشرفا على الإدارة الهندسية. بس عايز أرجع عند قبول اعتذار أستاذ ياسر فتحي. هو في لجنة مشكلة تستلم منه. يعني المستشار حلمي عبد الرازق برئاسة المستشار حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني للنادي الأهلي. وعضوية الإدارة القانونية بالنادي الأهلي والأستاذ ياسر، ولا تضم من تراه، يعني لو في خبرات من الخارج. ليه بقى؟ استلام القضايا بشكل فعلي. أنت كنت مكلف بكام؟ 5 قضايا؟ طيب، إيه اللي خلص؟ إيه اللي خلص؟ وخلص إلى إيه؟ كسبت إيه؟ إيه لسه تحت الاستئناف؟ وخسرت إيه؟ وخسرت وإيه اللي ليه؟ فيه وإيه اللي مش خسرت إيه؟ وخسرت ليه؟ وحقيقة الأتعاب اللي الناس عمالة تتكلم فيه تبلبل بيها الدنيا. فهذا هيكون استلام واقعي أيضا. وأيضا النهاردة الاعتذار لمحامي آخر وصاحب القضايا منه، عايز أتذكر اسمه، حاجة فكري، مش عارف سيد فكري ولا إيه، وصاحب القضايا منه أيضا بنفس المفهوم. كل الناس، كل الناس زي مدير الإدارة الهندسية المهندس محمد اسماعيل اللي هو النهارده تم انهاء عمله. كويس، اسماعيل محمد. هو انت انهيت عمله في 31/12، لكن مش هتديله ابراء ذمه الا بعد ما يسلمك كل ما يفيد عمله، الموقف الانشائي الهندسي بأعبائه، بتكلفته، بمستنداته الماليه، بكل حاجه، بمراحله اللي تم وايه اللي يبقى بقى. مش معنى ان انا انهيت عملك انك تاخد بعضك وتمشي، لا، انت هتسلمني مستنديا بقى. وبعدين ادي لك ابراء ذمه، وهو الهدف
في كل يعني في كل خطوه من دول لازم كل واحد ياخد ابراء ذمه او خلو طرف. خلو طرف لما بياخدوا خلو طرف اذا كل حاجه تمام، وانا استلمت منك الموقف وقبلت هذا الموقف. ليا ملاحظات عليه مش هدي لك لحد ما نتفق على الملاحظات دي. ده معنى التسليم والتسلم. وفيما يخص العضويه، تشكيف او تشكيل لجنه برئاسه الاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو المجلس وبمشاركه محمد الضماطي ومحمد الجرحي عضوي المجلس، معنيه بالمقابلات للاعضاء الجدد دي خاصه بالعضويه، اللي تم فيها رفع الاشتراك، قيمه الاشتراك من 250 الف لما جنيه. تمش في الجلسه دي الجلسه الماضيه. لا ده استنى بس عشان تبقى واضحه، ال 250 ل 350 الف. من 250 ل 350 ده قرار جمعيه عموميه. ايوه بس هيتنفذ في واحد في واحد جنيه. واحد من هنا لحد واحد واحد الناس عايزه تلحق تعمل توفر 100,000 جنيه. أيوة. تلحق تعمل عضويه دلوقتي. ايوه طيب لو العدد زاد هتعمل ايه؟ لان اللائحه برضه بتقول لازم يبقى في نوع من فرز والتحقق من شخصيه المتقدمين والموقع عليهم خلال لجنه بما يشبه الانترفيو او المقابله الشخصيه. ايوه اذا اتعملت لجنه من اربعه برئاسه الاستاذ ابراهيم كفراوي، اربعه من اعضاء المجلس، محمد الاستاذ محمد ضماطي، الاستاذ طارق انديل، الاستاذ المهندس محمد الجرحي و ابراهيم الكفراوي، دول مع احتفاظنا بالالقاب كلها، دول هيبقوا تحت امر الاعضاء الجدد ان شاء الله يجوا لهم كل يوم اللي عايزين يلحقوا، اللي اتوقع انهم مش هينقلوا عن من 100 ل 200 واحد خلال ال 20 يوم الجايين دول عشان الناس تلحق. فبمجرد ما يجي يوم 31 ما حدش هيقدر ياخد على السعر القديم خلاص. وفيها تقسيط مش كده؟ بالاليات بقى، ما هو هيستلم ضمن اعضاء اللجنه في حد من الاشتراكات والمدير المالي. أيه. اذا هو كل النواحي الماليه هتبقى متوفره بحيث الناس تاخد سواء اللي عايز يعمل عضويه فرع في الشيخ زايد او عايز يعمل العضويه العامه الكامله او عايز يعمل عضويه فرع بعد كده يقلبها العضويه كامله زي ما هو عايز زي ما هو عايز، او الاعضاء اللي في الشيخ زايد عايزين يقلبوها العضويه كامله يحولوها الى عضويه كامله. هي مساله قدامنا 20 يوم لان انت لو انت في الشيخ زايد سي انك انت عملت عضويه ب 125,000 النهارده لو عايز تقلب عضويه كامله هتدفع تكمل على 250 طب لو استنيت لي يناير هتدفع الفرق ال 350 فالناس لازم تجري لتوفيق اوضح عشان تلحق يعني اللي سمعنا وعنده النيه ما لا يتوانى. دي مساله مهمه جدا وللناس اللي بتقول الاهلي رفع القيمه 100,000 مره واحده. رقم واحد هو قرار جمعيه عموميه. رقم اتنين يا جماعه احنا بنتكلم على النادي الاهلي بفروعه الاربعه. يعني اربع نوادي. انت بتتكلم في عضويه في اربع نوادي. انت بتتكلم على الجزيره، مدينه نصر، الشيخ زايد، والتجمع الخامس ان شاء الله، ثم الفرع الصيفي في مرسى مطروح. انت لما تشوف النوادي يا استاذ ابراهيم زي الجزيره والصيد وهليوبوليس دي معديه 750,000. ايوه. فلا ده الاهلي ده كده نعمه. طبعا. بقيمته بهذا الشكل. دي مسألة مهمة جدا وقبل بداية السنة الجديدة إن شاء الله. واستثمار للعيلة، يعني أنت لو راجل متزوج وعندك طفلين ثلاثة أنت بعد كده دول بيبقوا ببلاش أعضاء بيدفع 5,000 جنيه فاصل عضوية ولا بتاع صحيح بيطلع لنا نفسه عضو. عشان كده اسمها إيه؟ رسوم تأسيس، يعني أنت بتأسس عضوية للذرية اللي جاية بعد اللي جاية بعد اللي جاية إن شاء الله. وبالعضوية دي أنا باخدها أبني لك بيها حاجات يعني بطور نفسي لخدمتك. لخدمتك. بالظبط. الناس اللي بتسال يعمل ايه علشان ياخد العضويه، يروح مقر النادي في الجزيره، يروح لقسم او اداره الاشتراكات، بياخد استماره ويشوف الشروط ويشوف النظام ويسير في خطوات. في حاجه تمام الحصول على معرفش انت قلتها ولا لا. اتفضل. دلوقتي قبول استقاله اسامه مدير اسامه السيد سيد عبد الرؤوف مدير الامن لا اسامه سامي في مدينه نصر وتكليف محمود حزين باعمال المدير لحد يوم 31 ايضا طارق الدروي قبول استقاله العميد طارق الدروي في الشيخ زايد وتكليف الفيشاوي انه يقوم بعمله لحد 31 وده كان مدير الامن وده مدير الامن ليه بقى؟ والعكس صحيح في الجزيره قبول استقاله مدير الامن وتكليف مدير الفرع الكابتن هاني عبد المنعم بانه يبقى مدير امن لحد 31/12 ليه لحد 31/12؟ لان بعد كده يكون المجلس بعث
من الذي سيستقر في كل موقع خلا من هذا الكلام؟ فدي كلها تكليفات مؤقتة لحد ما يتم وضع التشكيل النهائي. زائد ان في ناس كتير قرار مهم تاني جدا. خلال 2017 تقدمت مجموعة كبيرة من العاملين، بعضهم تم فصله وبعضهم اتنقل، وكلهم يعني بيقولوا ان ده تم معاهم بشكل فيه تعسف. ومقدمين طلبات انهم يرجعوا. فأحال المجلس أحال هذه الحالات إلى المكتب التنفيذي. يقعد مع كل حالة يدرسها كويس ويقدم توصياته ويعود إلى المجلس. اللي اتنقل ظلم يرجعوه مكانه. اللي اتفصل ظلم يرجعوه مكانه. الذي يستحق الفصل، افرض واحد عمل أخطاء تستوجب الفصل أو النقل. إذن خلاص. إذن كل حالة ستدرس بحدة ويتعمل بيها تقرير من المكتب التنفيذي بتوصية ترفع لمجلس الإدارة قبل نهاية هذا الشهر. في مكتب تنفيذي، في مجلس إدارة خلال الأسبوع الجاي. ما تحددش ميعاده ليه؟ لأن الكابتن الخطيب تلقى دعوة لحضور نهائي بطولة العالم للأندية. هذا أيضا تقدير من الاتحاد الدولي للنادي الأهلي ورئيسه. ففي جلسة مجلس إدارة الأسبوع الجاي، لكن في مكتب تنفيذي يوم الأربعاء الجاي. يعني بكرة. مكتب تنفيذي بعد بكره. ده المكتب التنفيذي اول مكتب تنفيذي هيبقى بعد بكره. يبقى عندك مكتب تنفيذي يوم الاربعاء، ثم الجلسه المفتوحه تمتد الى الاسبوع القادم، وهذا بيوريك اربع جلسات في اقل من 15 يوم. ترتيب دولاب العمل بشكل ترتيب دولاب العمل ترتيب دولاب العمل. عشان كده يعني انت خدت الخبر بتاع الماتش الودي، هقوله لك دلوقتي. ده الترتيبات المهمة للنادي الأهلي اللي بتخلينا فعلا نبدأ نتطلع لبداية إن شاء الله جيدة جدا ودورة موفقة لمجلس الإدارة. الأهلي مع أتلتيكو مدريد 30 هذا الشهر، 30 ديسمبر في برج العرب، مباراة عالمية ودية تحت شعار السلام ضد الإرهاب. مجلس إدارة النادي برئاسة كابتن محمود الخطيب أعلن عن تنظيم هذه الاحتفالية الرياضية الكبرى تحت عنوان السلام ضد الإرهاب، في رسالة واضحة للتأكيد على الدور الوطني للمؤسسات الرياضية لدعم الدولة في مواجهة التحديات التي تعرقل هذا. وتحدد الثلاثون من الشهر الجاري موعدا لهذا المهرجان الكبير اللي من المحتمل يكون فيه نجوم من أهل جدة ونجوم من أهل دبي، الناديين الاهلاويين الكبار اهلي دبي واهلي جده، بعض نجومهم هيشاركوا مع الاهلي المصري. لا اللي هو جنتيلي ست لعيبه هنا كده، ست لعيبه، لا الزملاء في الاعداد. لا 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 من فضلك، ما احنا هنا نخش بقى. مفيش حد يتكلم الا من خلال متحدث رسمي. مين قال لك الكلام ده؟ جابوه منين؟ هنبتدي نشتغل بقى شغل التكهنات. لا خط احمر. الكلام ده مش مؤكد، مش مؤكد. المؤكد ان الاهلي مع اتلتيكو مدريد. ادي لك التفاصيل. ايوه اتفضل بقى. ما هو انت حظك مش بطال انك قاعد مع الراجل اللي خد المتحدث الرسمي. لا اللي خد المعلومه. ايوه. فاحنا مش عايزين اجتهادات يا جماعه من هنا ورايح، لان الناس محمد مصطفى يسكت بقى. الناس هتاخد من هنا وتكتب. محمد مصطفى يسكت صح؟ اي حد بيجتهد ما يجتهدش. حلو قوي. دلوقتي الماتش ده سموه الشيخ تركي الشيخ. تركي الشيخ. اللي هو رئيس جهاز الرياضه، العمل الرياضه، العمل الرياضه في السعوديه، وهو اهلاوي متحمس. وخطيباوي، صديق الخطيب جدا، وخطيباوي يعني. وكانه يريد ان يقدم للنادي الاهلي هديه تليق بالمجلس. انه يبدا بدايه مجتمعيه على اعلى مستوى دوليه. فرعى انه يقدم من خلال شركه صله مباراه كبرى ينظمها النادي، شوف بقى الدقة، ينظمها النادي الأهلي في برج العرب هنا في مصر تحت عنوان لا للإرهاب معا للسلام، أو السلام ضد الإرهاب. أنا الخبر ده من أول امبارح عندنا. طب ما قلنالوش غير النهارده ليه؟ شوف الجمال بقى. أسبانيا أو أتلتيكو مدريد قال عايزين نعلن مع بعض في نفس اللحظة، وحددوا الساعة 3 يوم الثلاثاء. الله، الساعة 3 يوم الثلاثاء. هم بيعلنوا هناك واحنا بنعلن هنا. طب هم ليه عايزين يعملوا كده؟
المفاجأة اللطيفة والجميلة أن كل لاعبي أتلتيكو مدريد قدموا رسالة باللغة العربية الله يقولوا فيها كده الرياضة ضد معا من أجل السلام ضد الإرهاب ضد معا مع مصر ضد الإرهاب مع مصر يعني في مؤازرة لمصر من أجل السلام فتشوف بقى الإخراج حتى الرائع الدولي اللي كل العالم أعتقد لازم يعلق عليه إن المباراة دي هتكون كده النادي الأهلي وهو الـ 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 الشيخ ترك هيتحمل جميع المصاريف سواء للنادي الأهلي أو للنادي أتلتيكو مدريد ولكن سيعطي النادي الأهلي الحق في تحصيل كل الدخل سواء من الملعب أو من الرعاة الحق للأهلي فيقرر النادي الأهلي أن يخصص هذه المبالغ للشهداء شهداء الإرهاب الله أسر الشهداء هتروح للجهة المنوط بها برعاية أسر الشهداء هي تصرف فيها طب ما احنا عشان الحدث يبقى في حجمه بقى مش عايزين نبعت مليون ولا مليون ونص احنا هنبعت عايزين نبعت 20-25 مليون لن يتأتى هذا إلا ان كل مصر برجال أعمالها الكبار يؤمنوا بهذا الحدث ويدعموه ويعرفوا ان كل قرش هترعى بيه كأنك أودعته في صندوق رعاية أسر الشهداء ايوه بالإضافة أن الأهلي أعتقد سيطلب على الأقل حضور 60,000 متفرج وأتصور أن الأمن سيوافق له وحط التذكرة زي ما أنت عايز بقى حط بحد أدنى 50 جنيه مثلا التذكرة 100 جنيه ليه لأ في الماتش ده كلنا نروح عشان نعمل دخل يتحدث عنه العالم يبقى النادي الأهلي عندما ينظم من أجل هدف سامي على هذا المستوى بتنظيم شبه دولي يحقق إيراد قياسي وهيبقى يوم أجازة أنا برجوكم يا جماعة يعني أنا متعود أوجه رسالتي لحضراتكم يا رجال الأعمال يا جماهير مصر مش النادي الأهلي يا مسؤولو مصر في الأمن وفي وزارة الشباب واللجنة الأولمبية والمؤسسات الكروية هذا عمل يجب أن ترعاه مصر الأهلي هيتحمل أعباء التنظيم والمجهود واليوم يخرج بقى على مستوى وكلكم تحطوا في هذا الصندوق ما تستطيعوا أن تجمعوه ويجب أن يكون رقما يخلي العالم يفهم أن مصر ضد الإرهاب ما فيش مشاركة لعيبة من بره في مشاركة إنما ممكن يبقوا من أكتر من بلد وهي مشاركة رمزية يعني إحنا المباراة هتكون جادة مش هتكون فاني انما مش هنقدر نقول تقتصر على فلان وفلان يعني ممكن يجي واحد عموري مثلا بتاع الامارات حسب كل بلد ما تشوف هي تقدر تقدم مين ومش شرط من الاهلي والاهلي دبي وجده لا 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 لا, لا مش شرط يعني احنا المساله مساله رمزيه كل دوري من الدوريات العربيه عايز يساهم فيها ويا ريت يجي بالراعي بتاعه كمان يا سلام ايه الجمال ده بص بقى لو في الكلام ده كله معنى اول حاجه ده تفعيل لدور الاهلي المجتمعي الاهلي وده كان موجود في برنامج عائله الاهلي او برنامج الكابتن محمود الخطيب وقيمته ازاي تقدر تفعل الدور المجتمعي للنادي الاهلي في خدمه قضايا وطنه مش معقوله البلد بتواجه الارهاب ما يبقاش فيه تلاحم رياضي قوي وحقيقي ما يبقاش فيه إيقاظ للدور الشعبي وللجماهيري إنها تحس بالخطر وتشارك في رعاية أسر الشهداء ممكن أسر الشهداء ربنا يصبرهم على فقدان أبنائهم في هذا الحدث الخطير أهلاوية كتير لكن بالظبط أطفالهم عايزين يتصوروا ويجوا ويحسوا إن اتكرموا من خلال النادي الأهلي صحيح ده شيء لا ده يعلم قيمة الأهلي بالتأكيد ويعلم قيمة المبدأ انك انت الرياضة في خدمة المجتمع بالضبط اولا انت لما بتبعت رسالة للخارج على ما تواجهه مصر من مصاعب حقيقية وهي تكافح وحدها الإرهاب حول العالم يعني العالم كله بيدفع
ثمن هذه الموجات الإرهابية التي تضرب الكثير من الدول، لكن تظل مصر هي الوحيدة اللي واقفة بكل هذه القوة وكل هذا الصمود وكل هذه التضحيات في مواجهة الغول الحقيقي المهدد لحركة العالم كله مش لمصر بعدها. بتتحمله دم واقتصاد. صحيح. وانت في ظل اقتصاد منهك بياخد من اللي كنت هتديه للبسطاء تدعم بيهم حياتهم عشان الناس بتسأل الدنيا بتغلى ليه. عشان هم موجه موارد جزء منها لمواجهة خطر زي ده جزء كبير. وهم فاهمين كده اللي بيعملوا عليك الضغط الإرهابي عايزين يستنفذوا مواردك عشان يشعر المواطن البسيط بالوطأة الاقتصاد عليهم. لكن لما في كان زمان اتوجهت للرعاية الصحية صحيح للتعليم صحيح والفاتورة كبيرة. مصر مستعدية تدفع الفاتورة الدم وبتدفعها عن طيب خاطر، بس العالم ما يتفرجش علينا في الفاتورة الاقتصادية. لازم يكون في دعم دعم حقيقي لهذه الفاتورة. انما برافو عليكم واحنا قلبنا معاكم ولن نترك مصر وحيدة. ازاي يعني؟ ولي يا ول لا. عشان كده دي رسالة النادي الأهلي من خلال مباراة مع فريق عالمي بحجم أتلتيكو مدريد بيبعتها للعالم كله وأيضا للداخل في إيقاظ هذا الدور الشعبي في مواجهة الإرهاب، والأهم منها التأكيد على التلاحم العربي من خلال تبني المستشار تركي آل الشيخ اللي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بيوجه له الشكر على دعمه الكامل لهذا المهرجان ورعايته على وإقامة هذا الحفل الكبير في أجواء عربية. فأنت تتحدث عن تضامن عربي يتم تفعيله، عن إيقاظ دور شعبي في الداخل يتم حث الجماهير على أنها تحضر وتشارك ورجال الأعمال يدعموا ويساندوا، ثم رسالة للعالم برة أن مصر تواجه الإرهاب بهذه القوة وبهذه الجسارة. على فكرة المستشار تركي الشيخ سوف يحضر إلى مصر ضيفا كريما يوم 29 يلتقي تاني يوم بالسيد الرئيس ثم يحضر المباراة ثم يغادر. إذا سمحت الظروف سيزور النادي الأهلي وهو أهلا وسهلا ومرحبا به وبأمثاله، ويعني يسير في خطى سمو الامير الامير الملكي صاحب السمو الملكي عبد الله الفيصل، وهو ايضا المستشار ترك محب جدا للنادي الاهلي. صحيح. قالها قبل كده لعمرو اديب قال له انا دمي احمر قوي. يعني اهلا بيهم كلهم. طيب دي كانت المساله المهمه جدا عن موقف النادي الاهلي، وكانت الخطوط المهمه جدا اللي رسمها مجلس اداره النادي في بدايه اجتماعاته، واللي سمعته التفاصيل الكثيره من المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي للنادي المهندس عبد القيعي. فاصل وهنرجع نشوف هي غلطه الشاطر ليه ب50 بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. غلطة الشاطر ب50 وهنشوف ليه ده حصل. لكن قبل ما نوصل لغلطة الشاطر وازاي هي ب50 خليني اقول لكم انه نجاح الكابتن محمود الخطيب بكل قيمته في الانتخابات الاخيرة للنادي الاهلي رفع طموح نجوم الكورة، وشفنا ده النهاردة في حوار كبير ومطول للكابتن حازم امام نجم نادي الزمالك وعضو مجلس ادارة اتحاد الكورة. كان له حوار مهم في المصري اليوم النهاردة. قال حازم امام بالظبط كيف ترى انتخاب محمود الخطيب رئيسا للاهلي. قال لهم فوز الكابتن محمود الخطيب برئاسه الاهلي زاد من دوافعي للترشح لرئاسه الزمالك، لان الجمعيه العموميه قدرت الخطيب وتاريخه وعطائه في الملاعب، واعتقد ان فوزه برئاسه الاهلي جعل الجماهير الزملكاويه تقارني به وتلوم علي عدم الترشح، وانا سعيد بالمقارنه بالخطيب، لكن انظروا الى فارق السن وتدرج الخطيب في المناصب من عضو مجلس إدارة إلى نائب 8 سنوات حتى ترشح للرئاسة. وقال حازم إمام أتمنى كل التوفيق لنادينا العظيم والتوفيق للكرة المصرية في الفترة المقبلة على أهم حدث رياضي يشارك به المنتخب بعد غياب 28 سنة عن المشاركة يا باشمهندس. كلام جميل وكلام معقول، ما أقدرش أقول حاجة عنه، لأن لما واحد زي كابتن حازم إمام كان محتاج هذه الدفعة. أيوه. يعني عندما يستلهم، يعني تجربة الأهلي دائما بتبقى ملهمة. فألهمته بقيمة نجوم الكورة. أيوه.
يسوي نجوم الكوره يسوي كان بالظبط. ايوه انا استطيع ايوه وهيستلم من التجربه، زائد ان نجاح الكابتن الخطيب المتوقع باذن الله هيضيف مزيد من الثقه لدى اعضاء الجمعيه العموميه في انديه اخرى. ان حطوا ثقتكم في الناس سليله ابناء العائلات والتجربه والتجربه داخل الانديه. لكن انا انت كلمتني وباركت لمحمد صلاح لوحدك، وانا كان لازم ابارك لمحمد صلاح. ايوه انا ما باركتلوش على انه احسن لاعب عربي ثم احسن لاعب افريقي. كنت اخشى الا يفوز بيا، لان لاول مره فعلا تشعر ان في منافسه قويه جدا. يعني كل مره ايدابيور لما خدها على، انت بتتكلم على جائزه الاتحاد الافريقي التي لم تعلن بعد، دي جائزه البي بي سي. لا البي بي سي خدها. طب امال ايه؟ هي لسه الاتحاد، هي دي اللي انت بتحتفل بيها؟ البي بي سي. ده انا افتكرت اتحاد افريقي على الاتحاد الافريقي. طب ما دي حنفينا من كام يوم. لا البي بي سي اعلنت النهارده، هي كان باين من التصويت. لا من التصويت لا. طب ايه البي بي سي؟ لا احنا عايزين يا عم الاتحاد الافريقي ان شاء الله ياخدها. لا دي منافسه في اثنين لعيبه من احسن لعيبه العالم. شرسه. على فكره دي قد تعيد تجربه جورج ويا لما هو خد احسن لاعب في اوروبا وبعدين اهلته انه احسن لاعب في العالم. صحيح. هذه المره احسن لاعب في افريقيا بيتنافس مع ناس اي واحد منهم ممكن يبقى احسن لاعب في اوروبا. واخد بالك؟ صحيح. فنتمنى ان هو دي جائزه البي بي سي. انا كنت اخشى بقى ايه على مثل هذه الجوائز. عشان انت يعني سمعتك وانا داخل بتقول والمنتخب ولعله يكون فاق الخير. في حاله محمد صلاح ممكن تكون فاق الخير، لكن في حاله لعيبه كتير ممكن دماغهم تتقل. دماغهم تتقل يبقى يروح انا النجم وانا الاوحد وانا الفردي وانا اللي بكسب. دافع قوي. انما ده انا مش خايف عليه. انا ده مش خايف عليه باذن الله. لانه هو رجل بسيط لم يتغير قيد انمله، تحس انه لسه قاعد في الكافيتيريا نادي المقاولين العرب. صحيح. يلا حبيبي. طيب بمناسبه بقى الاهلي والارتباطات اللي جايه، مباراه السوبر. السوبر المحلي بين الاهلي بطل الدوري وبطل الكاس الموسم الماضي، ومعاه النادي المصري البورسعيدي بصفته وصيف الكاس. المباراه حسب لجنه المسابقات حددت لها يوم 12 يناير القادم في ابو ظبي. الاهلي طلب التاجيل يوم واحد، لانه الاهلي نفس اللجنه لجنه المسابقات خلته يلعب يوم 8 يناير مباراه القمه مع الزمالك، فانا هلعب القمه 8 يناير وسافر. فبالتالي الاهلي طلب التاجيل يوم واحد، خاصه ان الطرفين مش فارقه معاهم. الزمالك لو مباراه السوبر اتاخرت يوم مش فارقه معاه، لان المصري هيبقى قبلها باسبوع فاضل. المصري عنده فتره كبيره متوقفه من خمسه. فبالتالي الاهلي لما طلب تحريك يوم واحد، والاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قال ان ما عندوش اي ممانعه في ده، لجنه المسابقات لم تقرر بعد. لكن الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات كان قد تحدث في 13 نوفمبر الماضي، قال لو انه مباراه السوبر اتلعبت في مصر هتبقى يوم 12، طب لو اتلعبت بره قال لك ممكن تبقى يوم 13. ده كلام المهندس عامر حسين بعظمه لسانه، نفكركم بيه. بالنسبه لمباراه السوبر، تعالوا نعرف توقيتها امتى، تعالوا نطمن برضو على ماتشات الكاس اللي جايه في دور ال 16. معايا على التليفون الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات الرئاسيه بالاتحاد المصري لكره القدم. حاج عامر مساء الفل واهلا وسهلا بحضرتك. مساء الفل يا ابراهيم، ازي حضرتك؟ اخبار معاليك ايه يا فندم؟ كله تمام الحمد لله يا رب دايما. هل فعلا احنا بنتكلم خلاص سوبر يوم 12 يناير؟ ان شاء الله ده الميعاد المحدد 12، ولو في الخارج ممكن يبقى 13 ان شاء الله. لسه ما اتفقناش يعني هو هيبقى في مصر ولا مش هيبقى في مصر؟ لا لسه ما حدش بلغني بالمكان النهائي. اتفضل يا باشمهندس. اتفضل اقول ايه؟ ادي الكلام. ما انت بتقول لي لو بره مصر هيبقى 13. خلاص يا رب يكون يوم 13، او الزمالك والاهلي يبقوا يوم 7 اذا كان الاهلي هيلعب قبليه برضه فتره مريحه. يا جماعه الاهلي بقى عامل زي حته الدانتيلا، خلاص لعبته مستهلكه عضليا. حرام والله الكلام ده. طيب احنا بقى عندنا النهارده كمان في الاحداث المهمه كانت قرعه دور الثمانيه لدوري ابطال اوروبا، اسفرت عن مواجهات سهله نسبيا لليفربول ومباريات ناريه لليوفنتوس والبارسا والريال مدريد. القرعه عن المباريات التاليه: اليوفنتوس مع توتنهام، بازل السويسري مع مانشستر سيتي، با
بورتو مع ليفربول، اشبيليه مع مانشستر يونايتد، ريال مدريد مع باريس سان جيرمان، اوبا شختار هيواجه روما، تشيلسي هيواجه برشلونه، اوبا والبايرن هيواجه بشكتاش التركي. دي قرعه، يعني احنا احتمال لا تشوف برشلونه ولا ريال مدريد. اه صحيح، وارد وارد، لانه برشلونه بيصطدم بتشيلسي والريال بيصطدم بباريس سان جيرمان. كما اجريت ايضا قرعه الدوري الاوروبي واسفرت عن وقوع بروسيا دورتموند مع اتلانتا الايطالي، ونيس الفرنسي مع لوكوموتيف الروسي، وكوبنهاجن الدنماركي مع اتلتيكو مدريد، وسبارتاك موسكو مع اتلتيكو بلباو، وايك اثينا مع دينامو كييف الاوكراني، سلتيك الاستوكلاندي مع زينت سان بطرسبورغ الروسي، ونابولي الايطالي مع لايبزيج الالماني. دي قرعه دوري الابطال. في ريال الاسباني هيلعب ليون الفرنسي، ريال سوسيداد الاسباني مع سالزبورغ النمساوي، ريد ستار بلجراد الصربي هيلعب سيسكا موسكو، بارتيزان بلجراد ايضا هيلعب فيكتوريا بيلزن التشيكي، ستيوا بوخارست هيلعب لازيو، وجوريتس رازجراد البلغاري هيلعب الميلان، واستانا الكازاخستاني هيلعب سبورتنج لشبونه، أستروسوند السويسري السويدي هيلعب الأرسنال، مارسيليا هيلعب سبورتينج براغا. ده قرعة الدوري الأوروبي. لكن كمان وفد الاتحاد الأفريقي لكرة اليد هيزور النادي الأهلي للوقوف على كل الاستعدادات ومنشآت النادي، الصالة المغطاة اللي هتستضيف بطولتي كأس السوبر وكأس الكؤوس الأفريقية. ضم الوفد اللي زار النادي مدحت البلتاجي نائب اول رئيس الاتحاد الافريقي، وبيدرو جودينهو نائب تاني، وايضا جمال المرغاني عضو لجنه الحكام بالاتحاد الافريقي لكره اليد، والكابتن عاصم السعداني مدير النشاط الرياضي قام باصطحاب الوفد الافريقي في جوله داخل النادي لطمانتهم على ترتيبات البطوله وكل استعدادات النادي الاهلي لاستضافه الحدث الافريقي. زي النهاردة لكن حدث كان يعني آلم الأهلوية جدا، أن غادرنا إلى العالم الآخر وإلى دار البقاء الموسيقار الكبير عمار الشريعي. في 7 ديسمبر فقدت مصر بل في الإنسانية والحس قبل ما تخش في حاجة، هذا الفنان مات كمدا وحسرة وخوفا وقلقا على مصر. عندما قامت 25 يناير تفاعل معها بحب اصبر بس علي. كان بيننا حديث يومي تليفوني، بنطمن بعض وبنطمن من بعض على احوال ومجريات الامور. كانش لسه اتضح ان رايحين على فين وهتجيب نتيجه وهيحصل تخلي عن الحكم ولا لا، فكنا في حاله من متابعة اليومية، لدرجة ان بنتي كانت بدأت تهتم وتكتب، فلما عرفت اني بكلم رحمة الله عليه عمار الشريعي قالت له يا بابا نفسي اكلمه. فبدت تخش في الحديث، كل ما اكلمه هي تكلمه تسمع منه وتنصت، وابتدى يسمع منها، كانت ابتدت تكتب شوية اشعار ليها علاقة بالموقف، فبقى يقول لها قولي لي كتبت ايه، لدرجة انه قال لها بصي هعرفك على الاستاذ صلاح فايز عشان يديكي قواعد كتابة الشعر وتفهمي تكتبي ازاي. وفعلا عرفنا عليه ورحنا له بيته، وكان في جلسة مع هذا الشاعر الغنائي الكبير. لكن ارجع لك ان احنا جينا يوم الحديث اللي عمله الفريق احمد شفيق مع السيدة منى الشاذلي، لما قالت له، كان الرئيس الاسبق حسني مبارك كان عمل الخطبة بتاعته اللي يعني لاقت بعض التعاطف من الشعب المصري، وكان الناس لسه محتشده في الميدان مش عايزه تسيبها. فقالت له الناس يعني موجوده في الميادين، صحيح ان في رساله عاطفيه او مطمئنه من الرئيس حسني مبارك، لكن هم مش قادرين يسيبوا الميدان، لان طبعا في تخوف كمان انه ممكن يسيبوا الميدان يتقبض عليهم. راح عامل برقبته كده، قال لها دول في رقبتي ما يخافوش من اي حاجه خلاص. وخلص البرنامج الساعه 12، لقيت الساعه 1
بيكلمني الاستاذ عمار الشريعي وقلق جدا جدا جدا. بيقول لي عادلي مصيبه. قلت له ايه؟ قال لي بكره في شويه بلطجيه طالعين على ميدان التحرير يفضوا الاعتصام او الـ 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 الاحتشاد الـ الاحتشاد بالقوه، وجايبين ناس من هنا ومن نجد السمان وصف لي الجمل وصف لي المشهد كما حدث ثاني يوم. قلت له طيب وانا مش عارف اعمل ايه، والشباب ده اللي هيروح في داهيه وهيبقى في دم بكره، مش عايزين دم يحصل في مصر. فقلت له طب كلم مدام منى دلوقتي، ما هو لسه سياده الفريق سايبها من ساعه. وقال لها دول في رقبتي تنبهه بحيث ان هو يعملوا اي حاجه يامنوا الميدان. يعني الساعه 3 كلمني قال لي مش عارفين نتواصل مع حد، ولا مدام منى ولا حد عارفين نتواصل معاه. صحيت انا بقى مهموم طول الليل نايم مقلق كده. صحيت على الساعه 10 10 ونص وقلت اما افتح بقى التلفزيون اشوف المصيبه. لقيت الميدان رايق ما فيهوش يمكن 1000 1500 واحد. رحت طالبه قلت له والله انا بصحيك من النوم لانك ما نمتنيش طول الليل، فقلت هصحيك بدري زي ما عملتها فيا. فين يا عم البلطجيه وفين الناس؟ قال لي استنى بعد صلاه الظهر. بعد صلاه الظهر شفنا بقى التفاصيل اللي انت شفتها. فهو بالليل بعد موقعه الجمل راح عامل مداخله مع مدام منى. سمعت انا بقى المداخله دي. وقال انا كنت قال لها يا سياده الفريق والنبي قول لي انك ما كنتش تعرف، والنبي قول لي انك ما كنتش تعرف، عايز اطمن انكم ما كنتوش تعرف انك رقبتك سداده. وكان بيتكلم بمراره. وتاني يوم الصبح كان في الميدان بيتسند. جيت اطلبه بالليل ما ردش، قالوا لي ده في المستشفى ما خرجش منها. وتوفي الموسيقار الكبير في 7 ديسمبر 2012، يعني هو 16 مواليد 16 ابريل 1948 وتوفاه الله في 7 ديسمبر 2012. كان قد حل ضيفا الموسيقار الاهلاوي الكبير على قناه الاهلي في ضيافه المهندس عادل القيعي في 2010. كان الافتتاح الرسمي للقناه. نذكر حضراتكم بهذه الاستضافه المهمه جدا، لكن ده يمكن ما كانش بسبب الاستضافه، كان المهندس عادل وقتها بيقدم الاهلي اليوم، وحل الموسيقار الكبير عمار الشريعي ضيفا عليه. نفكركم ونفكره بشبابه كمان، اصل 10 سنين 7 سنين كمان. كنت لسه عينيا خضراء وكنت طويل. نشوفه بقى. يعني صالح كان مزيكاتي، مزيكاتي سميع مزيكا. انا بقى دي مش من المؤجلات اللي انا عايزك تتكلم فيها دلوقتي، لان فعلا صالح محدش يعرف انه كان من السميع الكبار قوي. من السميع الكبار ومن اكبر اصحاب المكتبات الموسيقيه في مصر. كان عنده مكتبه موسيقيه، لو تحب ناجل الكلام عنها. ليه ليه ناجل ليه؟ لا خلي طيب. كل حاجه في السياق. علوم انا سخنت يعني. اسخن يلا. فكان عنده مكتبه موسيقيه لما الشرق والغرب او السند والهند وبلاد تركب الافيال. اللي يخطر في بالك هتلاقيه. وكان اقول لك يعني مثلا انا اول ما سمعت المطرب الكبير صباح فخري سمعته في بيت صالح سليم، وهو اللي قال لي اسمع الراجل ده وخلي بالك منه. وراح حاطط لي حفله لصباح فخري. كان بيحبه جدا. كلها مشيت صباح فخري. ما عرفتش امشي، ما عرفتش اسيب. قلت له لا شوف لي بقى اللي عندك ايه، وابتدى يحط لي حفله ورا حفله الليله كلها مشيت صباح فخري. اول مره اسمع عازف الساكس العالمي ايزاك هيز سمعته عند صالح سليم. البيانيست كليدرمان سمعته عند صالح سليم. أول مرة أسمع كارنينا بورانا كاملة سمعتها عند صالح سليم. يعني عايز أقول لك إنه كان متنوع المذاق. أيوه ما كانش سميع قافل نفسه على حتة. لا كان له اختيارات وله ذوق وله مذاهب سمعية. وكان تتعطل ليلته جدا إذا أجبرته إنه يسمع حاجة هو مش عاوز يسمعها. يعني مثلا يبقى عندي في البيت فأنا أبقى طالع من تسجيل والتسجيل عاجبني فعامل غنوه حلوه ومبسوط منها وبتاع. فيقول لي هتسمعني ايه؟ اقول له مثلا كذا، يقول لي لا عايز اسمع بلوهات. مثلا او سيد درويش، هو كان بيحب سيد درويش حقيقه، سيد درويش مش عبد الوهاب. فاقول له طيب بس عايز اسمعك غنوه كذا، فيعني
ما يعترضش لكن ايه يململ يعني يتململ اه. فاقوم ايه حاطط الغنوه صالح ده اتقفل الليله دي اه خلاص مش هتفتحه يعني دي. كان ذواق الى درجه ان ممكن يخش في مود مختلف لو سمع حاجه ما تعجبوش ما خالص خلاص لا مش عاوز يسمع خلاص زهق مش عاوز يسمع وممكن يكون مش عاوز يكمل معاك حتى خالص يعني. يلا بقى لا ما تيجي ننزل نروح حته تانية اي حاجه يعني خلاص الليله اتضربت يعني اذكر اني مره كان عنده هو حفله في البيت وطلبني عزمني فيها يعني فانا قلت ايه يعني من باب التحيه رحت واخد له الاورج والعود معايا الاورج ده ما بناخدوش الا العزيز الغالي يعني شيله اه شيله وشيله بيشيلوها اتنين تلاته وينصبوها في البيوت وبتاع وجايز جدا يتكسر في مشوار من دول واذا اتكسر تصليحه مشكله وكذا كذا يعني يغلب انت واخده مجامله بقى انا واخده جامل وفردنا الاورج ويا دوبك لعبت حته وده راح جاي واقف جنبي قال لي ما بلاش البتاع ده بقى تمسك لنا العود هو ازعجه الاورج عايز المزيكا العربي الاصيله عايز مزيكا عربي انا قلت يا ريتني ما جبت الاورج يعني طب خلاص قلت له لا تشيلوا الاورج يا جماعه وقعدت لعبنا عود واتقضت الليله بالعود من اولها لاخرها هو الحديث ده الاستضافه دي كانت بمناسبه ذكرى كابتن صالح سليم وكان الله يرحمه عمار الشريعي احد الحكايين وظرفاء هذا العصر لما تسمعه مش عايزه يبطل كلام ولما يتكلم تشعر بالبهجه تشعر بالتفاؤل تشعر بالعمق والفلسفه فلمس على الجانب الموسيقي في شخصيه الكابتن صالح وانا كنت اعلمها كابتن صالح كثيرا ما كان يقعد يعمل جلسات عن الموسيقى العربية في بيته وينده لنا ونقعد وكنت تشوف العربي بتاع الرق اللي هو بتاع أم كلثوم ويقعد يقول له قسم يا عربي ويسمع الموسيقى العربية وكده لكن برضه نكشته كده في علاقة الكابتن صالح باللي حواليه ووجهات نظر الكابتن صالح في الأشخاص تعالوا نشوف الكابتن عمار قال إيه احكي لك حكايه برضو على صالح برضو جانب اخر ازاي صالح بيعامل الناس مره مراد قاسم الشريعي اللي انت كنت لسه بتحكي عنه ابن خالي قاسم زعل مع كابتن طارق كابتن طارق ده ما يتزعلش منه ولا مراد يتزعل منه الاثنين بني ادمين طيبين جدا انما لبست يعني في التنس اما الاثنين في التنس كان مراد ولاده في التنس ومش عارف ايه حصل حاجه كده مشكله ما بينه وبين الكابتن طارق فراح مراد يشتكي لمين اشتكي لمايستيرو حكى له الحكايه قال له بص يا مراد طارق اخويا وانت اخويا وانا ما اعرفش اجي على اخويا مع اخويا ضد اخويا ولا مع اخويا ضد اخويا ولا على اخويا مع اخويا خرجنا انا بقى بره الحكايه دي مش عايز اخش فيها وروح انت وطارق صالح ادي موقف صالح يعني قد يتصور حد انه قال لا طارق يعني الطبيعي ان انا هنحاز لاخويا انما هو باقي الناس اللي اتربت معاه والناس اللي عرفته والعشره والصحوبيه هو كانت اموره واضحه بالنسبه له وهو عارف من كل موقف عايز يوصل منه ايه صحيح ده صحيح طيب ده الموسيقار الكبير عليه رحمه الله لكن كمان زي النهارده او في مثل هذه الايام لكن في 12 ديسمبر الاهلي أو 9 ديسمبر سنة 49 أول فوز للأهلي على الزمالك في مسابقة الدوري، كان بدأت نفس الموسم 48-49 فمباراة الدور الثاني 9 ديسمبر 1949 الفوز الأول للأهلي على الزمالك في تاريخ مسابقة الدوري. فاز الأهلي 2-1 سجل الهدفين توتو وفتحي خطاب وهو زي ما قلت لكم أول فوز في أول أو ثاني قمة بين الفريقين. في الدوري العام بمسماه جديد في الدوري الممتاز لكن انت قبل كده في بطولات طبعا. بقى القاهره والسلطانيه وكاس مصر وحاجات تانية خالص لكنه في مثل هذه الايام 12 ديسمبر 82 كانت ايام الاهلي المشهوده نادي افريقيا المتصدر دلوقتي بدايه مجده الافريقي كان في مثل هذه الايام سنه 82 لما احرز الاهلي اول لقب في بطوله افريقيا في 12 ديسمبر 82 تعادل الاهلي مع كوتوكو 1-1 في كوماسي
سجل هدف الاهلي محمود الخطيب. نشوف هذا الهدف 12 ديسمبر 82 وبدايه اللبنه الاولى لمجد الاهلي الافريقي. بيلعبها برجله الشمال وتعدي ياسين لطاهر ابو زيد لمختار براس مختار وماشي مختار يا لو ماشي للخطيب والخطيب براس وراس زيد وهي جول يا جول 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 التعادل للخطيب جول التعادل للخطيب يا سلام الخطيب نجم مصر ونجم هجوم النادي الاهلي يموت من كرة مختار وراس واحد واثنين وينفرد الجول ويحطها عرضيه على يمين على يمين جوزيف كار ويجيب جول التعادل. اصبح النتيجة التعادل 1-1 وكأس افريقيا مع ابطال مصر وابطال النادي الاهلي والسلام الجمهوري لمصر. هذا التعادل بهدف الخطيب كفل للأهلي التتويج لأنه الأهلي كان حقق فوز كبير جدا في القاهرة في مباراة الذهاب 3-0. فسافر الأهلي إلى معقل الأشنطي وهو مطمئنا بنسبة كبيرة على النتيجة اللي حصلت في القاهرة اللي هنشوف الأهداف الثلاثية بتاعتها للخطيب هدفين وعلى ما يهوب هدف نفكر حضراتكم به. مصطفى بيلعبها طويلة للخطيب ماشي يا مصطفى حد مش اوفسايد ماشي بالعرض بالعرض على طول الخطيب حلوة من ورا الجول وماشي الخطيب هو واحد بفاضل نفسه ولا بلجك شمال وشاف طيب كمان زي النهارده بس انت عايز اقول لك حاجه شفت الجون الاولاني بتاع الخطيب هدف عبقري كره مرفوعه من خط من نص الملعب بيجري تحتيها ايوه وبيجري عشان يقابلها قبل ما تنزل الارض ويقابلها عشان يحطها من فوق الجول يعني مش هو واقف والكره جايه بيلعبها فيرست تايم متحرك معاه او العكس او هو بيجري والكره ثابته بيشوطها بيجري تحتيها مستنيها اما تنزل وهو بيجي ظابط سرعته مع سرعه الكوره في وسط اثنين بعدين بينقلها بلمسه حانيه لان بالسرعه دي بالهبوط القوي ده كان ممكن تطلع فوق العارضه انما شوف الحساسيه واللمسه عالي قوي. الخطيب مره وانا ماشي جنبه لا علبه كلينكس لا كان بتاعت حاجه ساعه وثبت مهملات كده رخبتها برجله راحت نطه فوق راح عاملها بوش رجله كده حاططها في لسانها فانت ماشي جنب واحد ساحر مش ممكن يعني الحقيقه من نجوم الكوره اللزاز الجمال الاهلاويه اللي بجد بقى اللي في الفتره الاخيره معدنه كان جميل قوي وظهر فعلا قد ايه بيحب الاهلي وقد ايه منتمي للاهلي وقد ايه كان قلقان على الاهلي لو هو من امريكا من امريكا عشان يدلب صوته ويسافر تاني يوم ده كان العصفورة أيمن شوقي لازم نسافر له على الهوا دلوقتي عشان نشكره عشان نقول له كل سنة وانت طيب أيمن شوقي عيد ميلاده امبارح 9 ديسمبر 1962 ولد هذا اللاعب الخلوق الرشيق الهداف الشخصية الجميلة قوي أيمن شوقي تقدروا تقولوا فيه كل كلام حلو
صحابه يعني بيعجزوا على ان هم يوفوه حقه في جمال شخصيته ورقي سلوكه وطيبه قلبه ومعدنه الاصيل. الحقيقه يعني فعلا كل الكلام اللي ممكن تقولوه على نقاء شخصيه انسان هتلاقوها في هذا النجم بجد. ايمن شوقي هداف الدوري مع نادي الكروم في موسم 83-84، استمر لما انتقل للاهلي، حصل على لقب هداف الدوري المصري 83-84، كان سنه 21 سنه وخمس شهور. حصل مع الاهلي لما انتقل له في الموسم التالي على 19 بطوله وسجل 57 هدف. انتقل للقلعه الحمراء من الكروم في موسم 84-85، في صفوف لعب 11 سنه حتى نهايه موسم 94-95، حقق خلالها 19 بطوله مع الاهلي، منها 6 دوري عام موسم 84 و85، 85 86 87 88 89 89 93 94 94 95 95. فاز بكاس مصر 5 مرات، فاز بكاس افريقيا للانديه ابطال الدوري 87 وكاس الكؤوس الافريقيه 4 مرات 84 85 86 93، والكاس الافرو اسيويه في 89 وكاس الكؤوس العربيه 95 وكاس التحدي في دبي سنه 88. شارك ايمن شوقي في اول مباراه رسميه مع الاهلي، كان في الاسبوع الاول في موسم 84-85، ودي كانت يوم الاحد 7 اكتوبر 84 قدام المنصوره. فاز الاهلي 4-0، سجل علاء ميهوب هدفين ومصطفى عبده والخطيب لكل منهما هدفا، وادار المباراه الحكم محمد حسام الدين. ايمن شوقي سجل 57 هدف للاهلي، منهم 33 في الدوري و7 في كاس مصر و15 في بطوله افريقيا. ايمن شوقي اهدافه يعني شخصيته فعلا ما توفيهاش الكلمات حقها. يكفي ان انا اقول لك يا باشمهندس اللي كان السبب بتقريره في مشيان محمد في مشيان ايمن شوقي في الاهلي، محمد رمضان هو مدير كوره، اقرب صديق له، اقرب صديق لايمن شوقي حتى الان محمد رمضان اللي مشاه من الاهلي ما يعرفش ابوه محمد رمضان. صحيح، فلا رمضان بيعرف ابوه ولا ايمن شوقي بيعرف الزعل من حد. الاثنين اتفرجوا على بعض، تعرفوا ان ايمن شوقي قد ايه ابن اصول بجد. كابتن ايمن كل سنه وانت طيب. انت بقلب صحه وسلامه يا رب. انا اول مره يا ايمن كنت لسه تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي معاك اهو. كان نفسي يتاخروا عليك شويه عشان كنت عايز ادي سمات ما كنتش حابب ان انا اقولها في وجودك معانا على الهواء. اول مره اشوف صفتي الفهد والغزال يجتمعوا في كائن واحد. والله حاجه غريبه جدا. حاسم كالفهد، رشيق كالغزال. انا بقول الراجل ده لما كانش لاعب كره كان هيبقى بطل وصف عالي. ما شفتش حد بعد فؤاد ابو غيده يستطيع ان يقفز من الثبات مره واحده في الهواء كده يعدي العارضه يمكن. فالحقيقه اعمل نفسك ما جيتش لسه، وبعدين قول لي الكلام الحلو ده. ربنا يخليك، هو انا وكريستيانو رونالدو. والله العظيم لا، والستايل وتطلع وتروح تاني ركبك ورجليك اكنك بطل وصف عالي. ربنا يخليك يا زلمه، ساعات حضرتك بتحبني بس. مش تقول لي محمد رمضان جنب ومش جنب. رمضان ما يعرفش يعمل حاجه. انت عكسه بقى، واحد كسلان يحتفل. ايوه. وواحد كله ديناميكيه في الاحتفال. ربنا يخليك. رمضان ده كسلان يحتفل. كل سنه وانت طيب يا كابتن. رمضان كان هداف برضه. هداف هايل، بس ما كان يحتفل يعمل لك ايديه كده، صوابعه كده وخلص. تحس انه في ميه، عزا، داخل عزا. ايوه. اكنه شاف جون في التلفزيون يعني. ايوه بالظبط. كابتن ايمن كل سنه وانت طيب. كل سنة وانت طيب، ويهمنا برضو نعرف انطباعك عن الجمعية العمومية اللي انت كنت حريص على حضورها الحقيقة بالشكل اللي اسعد الناس كلها. وحضرتك طيب والمسلمين كلهم طيبين يا رب. هو انا بصراحة انا كنت قلقان قبل ما اجي. قلقان؟ ويعني اتكلمت مع مجموعة من اللي قريبين مني قوي. قلت لهم يعني عايزين ان شاء الله بقدر الامكان ان حتى لو في تجاوزات ولا حاجة يعني نمسك نفسنا شويه. كنت قلقان من واحد حبيبي قوي، بس الحمد لله رب العالمين يعني عدت على خير. حبيبك طلع عنده دم ولا ايه؟ لا حبيبي، لا حبيبي جامد يعني، وكان ليه فضل كبير. يا اخويا عرفته حبيبك ده.
طيب حبيبك انت تجيب الجون وهم يسقفوا له هو. لا لا والله. فالحمد لله رب العالمين عدت على خير، وكان يعني كان يوم جميل. انا بالنسبه لي انا والله كان يوم من اجمل ايام حياتي. بقالي فتره كبيره جدا، بقالي فتره كبيره جدا ما شفتش يوم بالجمال دوت، ما شفتش حبايبي اللي هم لعيبه الكره المحترمين جدا والوقفه الجميله دي جدا، بقالي كتير جدا ما شفتش اليوم دوت. فكروني اقول لحضرتك الصراحه، فكروني بالاهلي زمان. ايوه فكروني بحلاوه الاهلي بتاع زمان، فكروني بالاصاله، فكروني بالرقي، فكروني بالتخطط. كان يوم جميل جدا جدا جدا، وختم باجمل ما كنا نتوقع بصراحه. تعرف يا كابتن ايمن، والله العظيم حضورك بهذه اللقطه وبهذا المعنى انك تيجي قبلها بيومين وتروح بعديها بيوم وتكون حريص هذا الحرص وتقف طول اليوم بالشكل ده، ما تحاولش انك انت يعني تلفت النظر ولا تتصور صوره، بجد يعني انا واخد بالي منك كنت يوميها قوي. لكن انت عارف ده عمل ايه في اليوم ده؟ ده كمل اللوحه الرائعه وكانك وضعت التوقيع. بعد اللوحه ما اكتملت انت جيت كده مضيت عليها، لان حضورك اضفى معنى عميق جدا 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 ان ياتي شخص عارف الخطيب عن قرب وعايش الاهلي بحب، ياتي خوفا على رفيق الملعب وخوفا على حبيب القلب الاهلي. شفت بقى الكلام الحلو ده؟ كلام جميل جدا. بس انا اقول لك حاجه، انا والله العظيم والله العظيم انا حسيت ان ده واجب وفرض عليا. يعني انا بقول لك انت يعني كملت الصوره والله. يعني لاول مره انا قلت الكلام ده للكابتن احمد شوبير يمكن من شهرين، هو ما صدقش ان انا جاي. وارسلت للكابتن محمود الخطيب قلت له يا كابتن ان شاء الله نشوفك على خير يوم الانتخابات كويس. فاحمد شوبير لحد قبل ما كابتن باجي انا القاهره بيومين بيسالني هو انت جاي فعلا ولا انت يعني ما تقدرش؟ لا خلاص انا قلت كلمه، انا والله لازم ده فرض عليا وواجب عليا. لو احنا ما كناش هنقف مع الكابتن محمود الخطيب في حاجه زي كده، امال هنقف معاه فين؟ يعني كابتن محمود الخطيب انا مش هقدر اتكلم عليه. يعني كل الناس اتكلمت عليه، حضرتك اتكلمت عليه، كابتن احمد شوبير اتكلم عليه، كل الناس تعرف قيمه الكابتن محمود الخطيب. الوقفه اللي انا شفتها من اللعيبه القدام، من اللعيبه ولاد الاصول واللعيبه المحترمه، ايوه هي دي اللي اثبتت ان احنا ولاد الاصول فعلا. والله العظيم. ايوه والله العظيم دي اثبتت يعني معنى جميل جدا 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 من معاني النادي الاهلي الجميله. طب بقول لك ايه؟ ولاد الاصول دي عبد محمد رمضان. ايوه. طب خد بقى، خد حد عايز يقول لك كل سنه وانت طيب وانتوا مع بعض على التليفون بقى. اتفضل يا كابتن محمد رمضان. يا ابن الاصول ازيك؟ يا حماده ازيك يا استاذ ابراهيم؟ تحياتي لك. وحشني يا رمضان، عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا ايمن، اخبارك ايه؟ وحشني. اهو انت يا كابتن رمضان تقتل القتيل وتمشي في جنازته. ايوه يا كابتن. انا عايز اقول لك على حاجه، والعلاقه الشخصيه تقتل. عايز اقول لك على حاجه، ايمن شوقي بعد ما انت مشيته تاني سنه وانت ماسك قطاع الناشئين، جايب مروان ابنه موديه الاختبارات، فكان الاختبارات لسه في الجزيره وقتها، فقابلته على بوابه النادي معاه مروان، قال لي هروح اوديه لرمضان يمشيه بسرعه واجي. ده يكفي علاقتكم ببعض الرائعه دي، عشان بتقول ان الاهلي ده موضوع وعمره ما يفقد للود قضيه. دي حقيقه. يعني ايمن من اقرب الناس لقلبي، لانه عنده قلب طفل. جميل يعني جميل، قلب نقي جدا وما بيشيلش ضغينه من حد. وانسان مسالم يعني. ف دي مزايا ما تخلينيش اخسر واحد بالمزايا الرائعه دي يعني. لا ولسه نظر، لو جوه الشغل بيبقى فيه خلاف او وجهات نظر، لان انا بعتبر ان ده نوع من الامانه يعني، مش من القسوه ولا حاجه. واحيانا بصيب واخطئ، لكن الهدف منها لا بيبقى فيه ضغينه من حد او نوع من الغيره مثلا او نوع من البغض او ان انا ما بحبوش، مش في حساباتي خالص حاجات زي ديت يعني. والامانه تقتضي يا كابتن رمضان، الامانه تقتضي ان انا اقول
وكابتن ايمن شوقي مريض في امريكا، قد ايه انت كنت قلقان وكنت بدات اجراءات ان انت تحجز وتسافر له عشان تطمن عليه؟ دي برضه للامانه يعني اقرب واحد لرمضان كان شوقي. هو انا بحبه في الله، وهو حد طيب ونقي جدا زي ما انا قلت، واحب لو عايز اسمع عليه بس مش في وجوده عشان ما يتنططش عليه. يا عم اديله كلمتين وخلاص، هو في امريكا. هو يا عم اديني، انا في امريكا، انا بعيد عنك وانا مش شاركك في حاجه. انا عارف، انا ساكت اهو. كل سنه وانت طيب يا كابتن ايمن، ومش عايزين نعطلك اكتر من كده، انا عارف الوقت عندك وقت عمل، لكن كل سنه وانت طيب وعيد ميلاد سعيد، ويا رب دايما وابدا مطمنين على صحتك وانت في احسن حاله ان شاء الله. بقول يا كابتن رمضان، مع السلامه يا كابتن ايمن. كابتن رمضان اتفضل. اتفضل يا كابتن. يعني لسه بقول له واحد كسلان يحتفل، وواحد لما بيحتفل بينط فوق السحاب، يعني انتوا قال لك رمضان بيجيب جون كانه داخل على جنازه. لا كانه بيتفرج على التلفزيون، يرفع ايديه صوابعه كده ناقص يسقف. يعني انت رمضان الحقيقه هداف تاريخي ونادر، وهو هداف تاريخي ونادر، واجتمعتوا مع بعض في وقت رائع للنادي الاهلي. بسم الله ما شاء الله، يعني كان الاهلي غني جدا بالهدافين. دي يعني هو شرف لي ان انا، او كانت امنيه حياتي ان العب في النادي الاهلي، ومن الاسباب اللي خلتني اجي النادي الاهلي كان الكابتن خطيب. وده اللي خلاني ابقى متحمس قوي ليه في الانتخابات، ان هو صاحب فضل عليا، هو اللي خلاني احب النادي الاهلي. ده انت تحمست لدرجه انك ابتسمت يا كابتن رمضان. ايوه اخيرا شفتك بتضحك. لا كنت متحمس فوق العاده. طبعا طبعا صحيح صحيح، بس هو وجهه كويسه للنادي الاهلي وربنا يوفقه يعني. ربنا يخليكم كلكم للنادي الاهلي. شكرا جزيلا كابتن محمد رمضان. شباب بطعم الاهلي فعلا. ايمن شوقي يعني. ايمن شوقي ليه مقوله بعد الانتخابات دي، يقول لك الانتخابات دي اثبتت بجد ان احنا اولاد اصول. فهو ده الافيه اللي بينه وبين رمضان. يبدو كل ما يقول جمله يرجع يقول لرمضان بس احنا اولاد اصول. شخص جميل فعلا. هم دول اولاد الاصول، وهم دول اولاد الاهلي اللي عندهم هذا الامتنان وهذا الحرص، مش بس على الكابتن محمود الخطيب كصاحب فضل وصاحب دور، لا لما يكون عنده قناعه يجي من امريكا، لكن يجي له من امريكا يعني بصرف النظر. يعني ممكن تقول ايه كويس انها جت مع الكابتن الخطيب. لكن يصل بيه انه لما يكون عنده قناعه في حاجه يتكبد مشاق السفر وتكلفته العاليه عشان يجي يقول كلمه هو عارف ان صوته ده قد يعني يفرق او ما يفرقش، لكن المعنى من وجوده كان يهمه اكتر من اي حاجه. صحيح. اشكرهم واشكر النادي الاهلي الذي يستقطب مثل هؤلاء النجوم اللي يفضلوا قدوه ونبراس لكثير من شبابنا، يعلموك كتير قوي. انا متاكد الوفاء ان وال... يعني كتير من شبابنا دلوقتي قاعد بيتعلم من الاثنين دول حاجه. مؤكد يعني رمضان يكون صاحب التقرير اللي مش بسببه ايمن شوقي، بس لا رمضان خان عمله ولا انحاز للصداقه، ولا ايمن شوقي ساب في قلبه اي ضغينه تجاه صاحب القرار. بصوا الاثنين على هذا الحب رغم كل اللي حصل، لكن في النهاية ده عارف ضوابط العمل ايه، وده عارف امانة شغل الاخر ايه. والاثنين لما يكون واحد زي كابتن محمود الخطيب عنده انتخابات ومطلوب ان الاثنين يقولوا رأيهم كأعضاء جمعية عمومية، يتحملوا ويجوا كتف في كتف ويجوا بكل هذا الحب. هو ده الاهلي. بعد الفاصل. الفاصل ليه الشاطر غلطته بخمسين. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن واحنا بنعرض في البدايه لقرارات مجلس الاداره النهارده وجب التنويه لقرار مهم. مجلس الاداره بيقرر التنازل عن الشكوى المقدمه من مجلس اداره النادي السابق ضد المستشار ايمن سيد نائب رئيس هيئه قضايا الدوله ومحكم مركز التسويه، وانه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بيعرب عن احترامه التام للقضاء المصري ويثق في نزاهته وامانته. الحقيقه كانوا مشددين قوي ان تبرز دي، لان الحقيقه كان فيه برضو دهشه. يعني ده مركز تحكيم وناس بالقامه دي وبالمكانه دي، ويتم شكوتهم لدرجه ان اربعه تنازلوا ورا بعض تباعا لاستشعارهم الحرج. يعني مش عارفين يحكموا. ايوه.
فكان ده بيان على فكرة، وإن كان بمناسبة سيادة المستشار بالاسم، لأنه أكد على احترامه لجميع الهيئات القضائية طبعًا. ورجالها بشكل عام طبعا. على فكرة بقى النادي الأهلي يبدأ الآن وهو في روعه أن علاقات أن يبني علاقات طيبة بجميع المؤسسات الدولة والمؤسسات الرياضية مبنية على الاحترام المتبادل والشراكة الحقيقية لصالح الرياضة في مصر وبما يؤدي إلى استقرار الأوضاع. هذا هدف مهم جدا لازم الناس تفهمه. وفي نفس الوقت وبنفس التوازي الحفاظ الشديد على هيبة النادي الأهلي وعدم السماح أن يخدش النادي الأهلي ولو خدش صغير من شخص أو مؤسسة أو جهة. هذا كلام يكون واضح بقدر الحرص على مد جسور المودة والسلوك الرياضي والاحتواء وكل حاجة، بنفس الحرص على الحفاظ على النادي الأهلي وهيبته ضد أي تجريح. غلطة الشاطر بـ50، لأنه قعدنا نتكلم على أنه الأهلي بقاله قد إيه بيتجنب الهزيمة في الدوري، 46 50 أكتر أقل، لكن الحقيقة جاءت هزيمة الأهلي في مباراته الأخيرة أمام مصر المقصة عشان توقف عداد التميز للأهلي في الدوري عند هذا الرقم، رغم أن الأرقام السابقة أعلى من كده بكتير وكلها أيضا مسجلة باسم الأهلي. ماذا حدث في مباراة الأهلي ومصر المقصة؟ وهو الأهلي بمناسبة كلمة الشاطر ما هو اختير الأول أفريقيا وعربيا في والأفضل عربيا. صحيح، يعني الأول أفريقيا والأفضل عربيا، إذن هو شاطر بالضبط. يعني إحنا مش لقب بنديهوله كده، مش من عندنا. الجرائد طبعا والمواقع خرجت بعد هذه المباراة تتحدث عن سلسلة الانتصارات الحمراء التي أوقفها المقصة. اليوم السابع قالت المقصة يوقف انتصارات الأهلي ويهزمه 3-2، ويلا الكورة قال المصري ينهي سلسلة اللا هزيمة للأهلي بفوز مثير ليحرمه من الانقضاض على الصدارة. موقع في الجول قال الهزيمة الأولى في الدوري، المقصة يسقط الأهلي بثلاثية. الموقع الرسمي للنادي قال الأهلي يخسر أمام المقصة 3-2، والمصري اليوم قال المقصة ينتزع فوزا مثيرا من أنياب الأهلي 3-2. الوطن كان عنوانها مصر المقصة يلحق بالأهلي الهزيمة الأولى له هذا الموسم في مباراة درامية. ويلا كورة تحدث عن أن الأهلي يخسر لأول مرة منذ 546 يوم، وقال الوطن أنه الأرقام بتؤكد أن الأهلي بيتلقى 3 أهداف في شباكه لأول مرة منذ 490 يوما. كابتن حسام البدري قال للموقع الرسمي أنه الإجهاد وعدم التوفيق كان وراء الخسارة أمام المقصة، بينما الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قال أن الكرة مكسب وخسارة وتأثرنا بالغيابات. دي الجولة الصحفية السريعة. لكن في جولة فضائية سريعة الصقر أحمد حسن يتحدث في قناة دي ام سي عن أسباب هزيمة الأهلي من المقصة. دايما عشان تقلل المشاكل اللي عندك او عشان تداي على الاخطاء الدفاعيه اللي عندك لازم يكون عندك تقرب بدايه لا غير تقريب مسافات. بدايه قوه الدفاع هي من الهجوم بتاعك. يعني النادي الاهلي دايما كان المسافات لما الكوره لما بتضيع بسرعه بيجيبها هو ما فيش فرقه بتلحق تروح تبين اخطاء النادي الاهلي. انما النهارده لما تيجي تبص لا في مشاكل كتير، في مساحات كتير موجوده في النادي الاهلي، في الخط اللي هو المفروض ان هو يكون مقرب من وليد ازار ده مش متواجد تماما، فبالتالي هنا في دور على كابتن حسام بدري. ولكن احنا مش عايزين نقول مشكله النادي الاهلي، طبيعي ان هو لازم هيعدي ولازم هيحصل عنده مشاكل، ولكن هو المهم ان الفريق البطل اللي هو يكون عنده البدايل الجيده الكتير. صحيح. انما النادي الاهلي يمكن احنا بنشيد دايما بعدم تغيير او اللعب في الفريق، ولكن مهم ان هو يبقى عنده بدايل في نص الملعب. لكن توفيق لما يكونش مثلا متواجد، يعني 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 يبقى متواجد احمد الشيخ ياخد بقى الفتره الجايه، يعني لان الضغط المباراه دي برضه اكيد هيصعب على النادي الاهلي بشكل كبير. طيب كابتن خالد، الناس اللي قاعده تتفرج علينا دلوقتي يقول لك يا عم انتوا قعدتوا شرحتوا النادي الاهلي وشاركتوا النادي الاهلي، اديني بس فرصه.
ان هو ضغط المباراه ده مش حجه ولا حاجه، لكن موجود، لكن ايضا ما الحلول موجوده. طب ما نشوف، بما انه قال كابتن خالد، يعني هو كان بيتجه لكابتن خالد، وكابتن خالد اللي هو الكابتن خالد بيبو راجل بهدوء جدا بيصل الى حقائق لا يدركها كثيرين. نسمع الكابتن خالد بيبو. خلينا نعترف ان حتى الحاله النهارده اللي جون الاجاي بعيد، وليد بعيد، عبد الله يمكن كان بيجتهد شويه يعني، انما الحاله الفنيه اليوم كانت بعيده شويه النهارده عن الجيل، وكان في تفوق لفرقه مصر المقاصه، وده واضح يعني. مصر المقاصه النهارده عمل مباراه محترمه جدا من الناحيه الهجوميه، أيوة. ومحترمه جدا من الناحيه الدفاعيه، قفل على النادي الاهلي وعلى مفاتيح. بص هنا المقاوحة، ان انا على الكره الاول كانت عبد الله سعيد راح معطله لغايه ما جاي اول ما راح طلع جاي راح معطله. كل لعيب رايح عارف وراح فين. ما هو نمره واحد، انا ما كنتش عدد اعمل ايه؟ اعطل الهجمه الاول، صح. افضل انا مش راجع، لان كان بيحصل. انت بتتفرج على الفرق اللي بيبقى عندهم اخطاء في الناحيه الدفاعيه بيعمل ايه؟ يروح سايب اللي معاه الكوره وراجع على بسرعه يقفل المكان. انت بتروح تقفل مكانك، ما هو الراجل بيتحرك ومكان تاني بيفضى ومكان تاني بيفضى. انما ان انا اعطل نمره واحد اللي معاه الكوره واخليه اشل تفكيره زي ما بيقولوا، واخليه بدل ما يطلع لقدام وينقل على واحد تاني وينقل على التالت وتبقى هجمه مرتده، لا، اعطل نمره واحد اللي معاه الكوره فيبتدي ان هو يرجع لورا. بدل ارجع لورا هتلاقي ثلاثه اربعه من زمايلك رجعوا، وكمان ان هو يبقى حافظ ان انا لازم ارجع للناحيه الدفاعيه. ودي النهارده كانت واجبات كانت واضحه جدا لفرقه مصر المقاصه. والفرق الكبيره اللي زي الاهلي والزمالك والمقاصه بتتكلم والاسماعيلي، فرق محترمه جدا، لازم يبقى عندك خط الظهر فيه صراع، في لعيبه عندها سرعات. ما ينفعش ان انا يبقى انا بلعب بهاجم بثمان لعيبه والخط الخلفي بيضرب بباص، ده مشكله، ده يهدلك كل اللي انت بتعمله في الناحيه الهجوميه. لان طيب ده راي الكابتن خالد بيبو بكل هدوء، كمان راي مهم للكابتن فاروق جعفر نسمعه. السرعات النهارده عملت مشكله للنادي الاهلي. انا عايز بس اقول عماد سليمان كسب حسام البدري في اداره المباراه. طبعا خلينا نتكلم في الاداره بتاعه المباراه. طبعا اداره المباراه لصالح عماد سليمان بشكل كبير جدا، لاعب الفرقه اللي هتنفذ له الفكر بتاعه. وكنا بنتكلم بين الشوطين ان التغيير بتاع هاني سعيد يعني ان شاء الله يبقى كويس، هاني كان لصالح المقص لصالح عماد سليمان. اما لاعب مسعد عمل حاله كبيره جدا، عطل الجبهه اليوم للنادي الاهلي بشكل كبير جدا. جدا. وبعدين عايزين نقول برضك ان احنا كان عندنا اعتراض من البدايه على نص ملعب النادي الاهلي. يعني خلينا نتكلم بصراحه، يعني نص ملعب النادي الاهلي لم يقدم طوال المباراه اي جديد الا ما نزل مؤمن زكريا، لكن طوال المباراه لم يقدم جديد. ان ضربه الجزاء عبد الله سعيد جاب هدف، مؤمن لما نزل هو عمل الهدف الثاني، لكن طوال المباراه احنا ما شفناش النادي الاهلي. اذا قارنا ما بين عماد سليمان وحسام البدري في الصوره اللي قدامنا بخلاف النتيجه، من يفوز؟ عماد سليمان يفوز بالورقه والقلم، ده لسه ماسك الفرقه بقاله قد ايه، بقاله فتره قليله، لكن ادارته للمباراه النهارده بشكل جيد جدا، كان واقعي جدا في الاداء بتاعه في المباراه، التشكيل بتاعه وطريقه اللعب كانت مقنعه للناس طوال المباراه. حتى لو كانت عادل عماد سليمان او كان اتغلب فكان هيبقى في رضا في الشارع المصري او على فريق المقاصه. ادى النهارده بشكل كويس جدا، كل اللعيبه بتاعته سواء خط الدفاع نص الملعب المهاجمين ادوا النهارده بشكل كويس جدا. النادي الاهلي كان عنده مشكله ان هو مش عارف يلاحق فريق المقاصه في الاداء. صحيح، انا كنت مستغرب جدا ان الاهلي هو اللي بيجري ورا المقاصه. خلينا بقى يبقى بنتكلم بشيء واقعي، النهارده النادي الاهلي المقاصه يعني اللي كسب هو الافضل، اللي كان بيأدي بشكل كويس، اللي كان منظم في الملعب، اللي كان عارف عايز بيأدي ازاي، التلاحم بين اللعيبه بين الخطوط. واحنا كنا بنقول النادي الاهلي ما وسعش المساحه، ما وسع المساحه جه في هدفين. يعني طبعا لما تشوف الكلام وتركبه على بعض، الضغط على اللي معاك كوره حاجه فنيه بسيطه ما حدش يخلي باله منها عشان تعطل وتلحق تتمركز دفاعيا. كابتن فاروق جعفر اتهم خط الوسط بالكامل ان هو مش يعني مش في حالته وما بيأديش مهامه، ومن ثم كشف خط الظهر. كمان الكابتن خالد بيبو قال نقطه مهمه جدا، الفرق الكبيره يجب ان تتسم بالسرعه في خط الظهر، لازم يقول اللعيبه دي سريعه، ما ينفعش يبقى في حد بطيء.
طيب تعالى بقى نشوف الاستاذ حسن المسكاوي رايه كان ايه. الناس كلها باهداف، لا لا لا، الناس كلها عماله تقول شريف اكرامي او حسام عاشور او مش عارف محمد نجيب بطيء او مش او الدفاع الاهلي. الحقيقه اللي لازم يتقال الاول ان المقاصه هي اللي عملت ده، صح؟ هي يعني المقاصه اللي بيلعب قدام اي فريق تاني النهارده قدام هذا الاداء وبهذا الاداء هيعمل اللي عمله ده برضه. طيب خليني بس في الجزئيه اللي حضرتك بتقول عليها في البدايه، الاهلي فعلا محتاج حارس مرمى قوي، الاهلي فعلا محتاج حارس مرمى ينازع شريف اكرامي حراسه المرمى علشان شريف اكرامي يفوق شويه، مش معقوله كل كره على النادي الاهلي بهدف. ده الكلام اللي الاستاذ حسن عايز يقوله، واعتقد انه انا عايز اقول اوضح حاجه بس، ان برضو القضيه يا ابراهيم مش شريف ومش نجيب ومش الدفاع ومش عاشور حسام عاشور، القضيه ان المقاصه النهارده طبعا ماتشات كتيره قبل كده عمل ماتشات كبيره، بس ده ماتش اختبار، اختبار حقيقي، اختبار قوه حقيقي لفرقه المقاصه، لانه دافع وهاجم. احنا كلنا قلنا انه عنده مشكله دفاعيه في ماتشاته، لانه كان بيلعب بانطلاق ومفيش عنده فرقه بتضغط عليه، لكن النهارده المقاصه قدر يعمل مباراه فيها دفاع وفيها هجوم، وفي نفس الوقت كمان احنا ما ننكرش ان الاهلي قدر يجيب جون 3-2 وكاد ان يسجل الثالث، صحيح. برضو من الناحيه الثانيه لازم نشير الى الاهلي ان هو لعب وضغط بعد ما المقاص تقدم عليه 3 اهداف. طيب ده راي الاستاذ حسن المسكاوي، نشوف راي الكابتن ايمن يونس. صلاح جمعه بعيد، لعيبه كتير قوي موجوده على دكه بعاد عن الاداء او بعاد على ان هم يغيروا له شكل المباراه، كل ده في ظل حاله تالق وتركيز غير عاديه من لعيب المقصه. المقصه كان في الاخر كنت حاسس انه بيلعب عبد الله السعيد، هو اللعيب الوحيد اللي في النادي الاهلي اللي عنده القدره على مجارات رتم اللعب، اللي عنده الرغبه على احراز الاهداف، اللي عنده القدره على انه يعبر على النادي الاهلي. لكن اجاي اختفى، وليد سليمان اختفى، أزارو ظهر وهو بيلمس الكره من على خط الجون عشان يقول انا جبت الجون حقه، وفقط عبد الله السعيد لما نزل صالح جمعه بطئ الريتم، نزل بمعلمه مبالغ فيها فبطئ ريتم النادي الاهلي بدل ما كان محتاج يسرعه، سرعه بعصبيه لكن ما سرعوش بريتم، وانا مستغرب ان هو لازم كان يسرع نفسه. بكاماني لعيب كويس، بشويه لعيب كويس مقبول، لمس حتى الهيدرز بتاعه كان كويس، لعيب سريع بس بذكاء عماد سليمان حط له محمود وحيد باك شمال رائع، قدر يعمل قفل للمساحات فقفل عنه كل الحاجات. الحلول كلها كانت موجوده عند عماد سليمان، لكن الكابتن حسام البدري حلوله وقفت عند حاله 7-8 لعيبه في الملعب لمره واحده محتاجين تغيير، هو عبر عنهم بكلمه واحده، الارهاق. الاجهاد اثر على شخصيه فرقتي النهارده. شريف اكرامي اعتقد عمل مباراه متوسطه او قد اقل من المتوسطه. دي الوجهات وجهات النظر المختلفه للساده المحللين، لكن كان الكلام الواضح جدا على نص الملعب، وكان في اجماع على انه المشكله في نص الملعب. انا لما يبقى عندي لاعب خط وسط مدافع بخبرة وكفاءة حسام عاشور يغيب عن المباراة فيخسر الأهلي، ربما تكون صدفة، لكن ما أعتقدش تبقى صدفة إنه يبقى آخر 5 مباريات، آخر 5 مباريات تصيرهم. الحاجة الوحيدة اللي كانت مشتركة بين ال5 مباريات إن حسام عاشور ما بيشاركش، فلما يغيب يخسر الأهلي مش مباراة ولا 2، دول 5 مباريات، يبقى هنا لازم نقف، ولازم نقف نشوف هي ايه قدرات حسام عاشور وازاي ملوش بديل وازاي نقدر نعالج ده وايه حجم دوره. خلينا نشوف راي الكابتن احمد حسن، شارك كتير جنب حسام عاشور ويلمس دور حسام عاشور بشكل جيد جدا، نشوف راي الصقر الاول في تاثير غياب حسام عاشور ونرجع لكم. في مشكله كانت بالنسبه للنادي الاهلي، ويمكن كابتن حسام بدري لم يتداركها،
ان هو عنده ازمه في نص الملعب كانت موجوده، عنده ازمه موجوده في نص الملعب بالنسبه لعمر السوليه وبالنسبه لاحمد فتحي. كان يجب، لان النادي الاهلي دايما متعود، انا قلت لك ان حسام عاشور لما موجود واللعيب اللي بيعرف بيطلع الفرقه قدام في ظل الازمات وفي ظل الزحمه وفي ظل الدوشه بيعرف يروح مطلع كوره سليمه من رجله، يطلع كوره سليمه من رجله. ولكن النهارده احمد فتحي دي غريزه، كان يجب النهارده لازم اتكلم مع احمد فتحي وعمرو السوليه نقف، لان احنا بنلعب فرقه عندها عناصر جيده، عندها سرعات جيده. المشكله الثانيه ايمن اشرف ومحمد نجيب، انا قلت قبل الماتش ما لعبوش مع بعض كتير. الحاجه الثانيه عندهم بطء طبيعي، إن بلاش بطء ولكن لعيبه المقص اسرع، فبالتالي كان لازم يكون في تحريص مع تمركز الصحيح لصبر رحيل ومحمد هاني لازم، ومساعده احمد فتحي. احمد فتحي عنده النزعه بيحب يكمل، ولكن المباراه دي هي محتاجه حد يقف لان في سرعات موجوده بالنسبه لنادي المقص. ده راي احمد حسن في انه محتاجين حد يقف في نص الملعب. شوف تتجلى في الهدف الاول. لما اتلعبت الكره بالعرض اوهمنا انطوي، وهو المنطقي انه كان لو خدها بصدره كده كان انفرد، لكن موه وراح مسيبها. هو متفق ان في واحد جاي حسين الشحات، لو حسام عاشور موجود ما كانش دايما الحته دي ما بيبقاش فاضيه. لما يموه كان هيلاقي فيها حسام عاشور. ادي مش المهاره بتاعت حسام عاشور، ولكن الثقافه بتاعت حسام عاشور، ثقافه المركز نفسه، ثقافه المركز، ثقافه ازاي احمي جوني. ما هي الفاش مش مهاره بقدر ثقافه. عشان كده حسام عاشور تحركه القطري لورا كتير، الناس تقول لك ملوش بديل في ثقافته. انما المهارات مش ما هوش فز في المهارات صحيح، لكن ثقافته مختلفة بالتأكيد. طب ما نشوف رأي خالد بيبو في ايه كمان. نور زي ما بيقولوا دايما، انت بتبقى محتاج كده وانت ماشي في الطريق حد يروح منور لك، يديك فلاش كده في عينيك، فيبتدي ان انت ايه تقول ده انا عندي مشكلة. النهارده النادي الاهلي لازم يدور على واحد بديل لحسام عاشور، لازم، مش هينفع النادي الاهلي، مش هقعد انا طول عمري متعكز على حسام عاشور بس. الراجل الطيب ده لسانه اتبرى من الموسم اللي فات. انا بقول لك مش هقعد انا متعكز عليه طول الوقت. طب ما انا دلوقتي كل ما يغيب حسام عاشور الناس كلها ترفع ايديها لفوق، حسام عاشور حسام عاشور حسام عاشور. طب ما هو حسام عاشور هيجي له في يوم ممكن يبعد فترة طويلة قوي. انت عندك مشكلة في النقطة دي؟ عندك مشكلة في النقطة دي. والدليل عليها ان حسام مهما يغيب الناس حاسه بيه، اول ما يرجع بس يبقى بيعرض يحط يبقى موجود في النادي. دي نقطه مهمه جدا في النادي الاهلي، وكانت علامه مميزه جدا. عندك في الناحيه الدفاعيه كله محتاج تدعيم، محتاج ان انت تدعم، محتاج ان انت يبقى عندك نوعيات مختلفه. الفرق اللي بتهاجم، الفرق اللي عندها ست سبع لعيبه بيهاجموا، لازم الميزات. انا يعني مش عايز اروح لايمن ولا عايز اروح لمحمد نجيب، ومش بتكلم اجمالا، بتكلم اجمالا. طيب ده راي كابتن خالد بيبو وراي كابتن احمد حسن عن حسام عاشور. حسام عاشور اكتر لاعب لعب كوره في تاريخ مصر كده، يعني دلوقتي اعتقد عدى ال 446 او 47 وربما قارب على ال 450 مباراة. أنا ما توقعتش الحقيقة إن حد هيعدي هادي خشبة أو أسامة عرابي. أسامة عرابي تحديدا، ما هو هادي ضرب رقم أسامة، يعني حاجة غريبة جدا. يعني وده في ولسه عنده إنه يعمل أرقام، عنده 31 سنة. يعني النوع ده يلعب 3 4 سنين كمان بمنتهى الكفاءة يعني. لكن هو السؤال لما يبقى أسامة، حسام عاشور غاب 5 مباريات خسرهم الأهلي، أو آخر 5 هزايم للاهلي ما كانش فيهم حسام عاشور، ده يلفت نظرنا لحاجتين لازم الامانه تقتضي ان احنا نقولهم. لابد ان انا طبعا حسام عاشور لاعب وانسان معرض انه يصاب ومعرض انه ياخد انذارات، وبياخد انذارات كتيره، بس هنا المسؤوليه التكتيكيه على ايجاد مواصفات تكتيكيه بنفس ما لدى حسام عاشور. ربما كان اكرم توفيق عنده نفس القدرات اللي هي قدرات لاعب الوسط المدافع الاصيل. شفتوا احمد حسن قال حد يقف، بيقف في الملعب كتير. والمهندس عدلي لفت النظر لحته ان حسام لما بيتحرك لتحت، عشان كده قدراته الدفاعيه اعلى بكتير في نص الملعب من قدراته في المعاونه الهجوميه. تشكيل الفرق. انا مره كتبت مقاله من 20 سنه في مجله الاهلي، خليه النحل ليست كلها ملكات. صحيح، خليه النحل مكونه من ملكه شغالة
عساكر ذكور ولكن ملكة واحدة الملكة دي والذكور مهمتهم حفظ النوع الشغالة بناء البيت وجلب العسل للملكة عشان تاكل العساكر يخش اي حد غريب تخش نملة يخش مش عارف قنفسة يخلصوا عليه إذن الملكة لو الخلية كلها ملكات يحصل ايه يحصل هتموت هي طب لو ما فيش ملكة ينقرض صحيح. الجنس النحل لو ملعب الكورة كله حريفة او كله هدافين اتحدى اذا لعب الدفاع قدام الهجوم 10 مرات الدفاع يكسب 9 صحيح لكن لما بتيجي انت عايز تتوازن مواصفات المدافع اللي زي حسام عاشور ايه سوري يعني خدام الملعب مش خدام بمعنى هو خدام القوم سيدهم هنا بقى ايوه ليه لانه بينكر ذاته مش بيدور على النجوميه هو بيأدي دور مخفي دور مخفي لكن اعتقد الامر يكون واضح عايز افرجك على حد انت مهم تشوفه تحب وريني عارف انت تتفرجني على مين هفرجوا على حاجة حصلت النهاردة اخرته عننا شوية نشوف بسم الله الرحمن الرحيم قرر مجلس الإدارة تفويض المكتب التنفيذي في اتخاذ القرارات العاجلة خصوصا في الشؤون المالية وطبقا للصلاحيات الممنوحة من المجلس وبما لا يتعارض مع أحكام القانون العام واللوائح يعني في حد أقصى وحد أدنى ممكن ياخد في حدودها القرارات التي يراها ليها صفة العجالة أو العجلة نعم المالية لا إذا كان في قرارات أخرى يعني عاجلة يعني إيه القرارات العاجلة يعني قرر المجلس تشكيل لجنة للشباب برئاسة المهندس سراج محمد سراج الدين لوضع كافة التصورات والاقتراحات والترشيحات اللازمة لتفعيل دور الشباب من خلال اللجان المقترحة والعرض على المجلس التقيل جايب توجيه الشكر للسادة أسامة سامي مدير مدينة نصر وقبول استقالته تكليف اللواء محمود حزين بعمل مدير فرع مدينة نصر بالإضافة إلى عمله كمديرا للأمن حتى 31/12 قبول استقالة السيد طارق الدروي مدير مقر الشيخ زايد وتكليف اللواء محمود الفيشاوي بالقيام بعمله بالإضافة إلى عمله كمديرا للأمن حتى 31/12 كل دي تكليفات مش تعيينات نهائية قبول استقالة السيد عبد الرؤوف مدير أمن فرع الأهلي أو مقر الأهلي بالجزيرة وتكليف السيد هاني عبد المنعم مدير الفرع بمهامه حتى 31/12 إنهاء التعاقد مع المهندس إسماعيل محمد مدير الإدارة الهندسية اعتبارا من 31/12 وهو مدير الإدارة الهندسية مع عدم إخلاء طرفه إلا بعد تقييم وتسليم كافة الأعمال المسندة الهندسية المسندة إليه إنهاء السيد هشام الحكيم مدير الخدمات وقيام السيد أشرف طه نائب المدير بمهامه اعتبارا من 31/12 إنهاء خدمة السيد محمد تامر عبد القادر ده مدير المجمع السباحة في مدينة نصر استنادا إلى نتيجة التحقيقات التي أثبتت إدانته بالقصور في أداء عمله اعتبارا من تاريخه ده من دلوقتي مش 31/12 تكليف السيد الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة السابق برئاسة اللجنة الطبية ووضع تصور كامل للملف الطبي للنادي وإداراته المختلفة واقتراح نظام التأمين الصحي المناسب لهذه الإدارات وأسادة الأعضاء وطبقا للبرنامج المقدم من المجلس الحالي خلال فترة الترشح للانتخابات والمقدم من السيد محمود الخطيب طبقا لبرنامج عائلة الأهلي
التنازل عن الشكوى المقدمة من المجلس السابق ضد الأمين العام لمركز التحكيم الرياضي السيد المستشار أيمن سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وتأكيد المجلس لاحترامه لكافة الهيئات القضائية والسادة المستشارين العاملين بهذه الهيئات. ها؟ كان المجلس مقدم، المجلس السابق كان مقدم شكوى فيه، ما اعرفش ايه الشكوى، يعني اللائحة ممكن تكون هي اللائحة طبعا اساسا اللائحة، بس اني مرحلة مش عارف كانوا مقدمين فيه. فالنادي الاهلي تنازل واكد على احترامه للهيئات الرياضية. اسناد الاشراف على اللجنة المنظمة العليا لبطولة افريقيا رجال وسيدات للكرة الطائرة والتي ستقام في مارس القادم الى السيد محمد الجرحي، ولن يستعين بمن يراه في هذه اللجان سواء من داخل المجلس او خارجه. اسناد الاشراف دي كرة طائرة. اسناد الاشراف لتنظيم مباراة السوبر الافريقي وكأس الكؤوس الافريقية لكرة اليد رجال وسيدات الى السيد محمد الضماطي خلال شهر 4/18، وايضا له ان يعني الاستعانة بمن يرى. نعم، الاولانية الطايرة، الثانية اليد. الطايرة مين؟ قلنا مين؟ الجرح، واليد الضماطي. تحويل اسماء كافة السادة العاملين الذين تعرضوا للفصل او النقل التعسفي او نقل من النادي خلال عام 2017 للمكتب التنفيذي لدراسة كل حالة على حدة والعرض على المجلس بالاقتراحات والتوصيات الخاصة بكل حالة. الجلسة ممتدة خلال الاسبوع القادم بمناسبة دعوة رئيس النادي لحضور نهائي بطولة العالم لكأس الأندية بدولة الإمارات. ده كان المؤتمر الصحفي اللي المهندس عادل القيعي بوصفه المتحدث الإعلامي لمجلس الإدارة والمستشار الإعلامي عقدوا عقب اجتماع مجلس الإدارة النهاردة، وأعلن فيه للزملاء الإعلاميين هذه القرارات المهمة لمجلس إدارة النادي على طريق استعادة هيبة وقيمة وانضباط وتقاليد النادي الأهلي. كان اجتماع موفق يا باشمهندس. الحمد لله، وما زالت الجلسة مستمرة لأن لم تنهى جميع الأعمال. لم تنهى جميع الأعمال، لكن انتهت الحلقة عند هذا الحد. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله بطلا شامخا، وعلى خير، نلتقي في 9 مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.